بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب تانية ثانوي، يا حلوين يا أبطال، يا رب تكونوا بخير. أخيرا يا جماعة الحمد لله عدنا بعد غياب ترم كامل الترم الأولاني. لكن اللي ما يعرفش منكم إن إحنا شباب شارحين منهج تانية ثانوي كله الترمين 2021 و2022، ده الطريقة وده الطريقة، الأول على السبورة والتاني على السمارت بورد. يعني يا جماعة شرح منهج الترم التاني كاملا موجود على السمارت بورد، شرح وحل موجود على الشانل اوريدي، وفيديوهات معدية ما شاء الله مئات الآلاف، وكل الدفعات اللي فاتت حرفيا شافتها. تمام؟ فيا شباب اللي فات موجود الحمد لله. طب أنا يعني ليه العودة السنة دي، أو ليه العودة من جديد مثلا، ليه بشرح وهو أصلا موجود قبل كده؟ علشان نضيف بعض الإضافات ونطل عليكم ببعض الزيادات الجميلة جدا جدا اللي احنا اتعلمناها. كلنا شباب بنتعلم عادي جدا، وكلنا بنضيف لبعض عادي جدا. انا ممكن اكون مثلا قاعد حد قدامي دلوقتي مثلا زي اسماء، عشان لما تسالني سؤال السؤال ده اكني سمعته من حد منكم. يعني حرفيا هي في اولى ثانوي، انا معادها قدامي دلوقتي. ليه بقى؟ عشان تسمع الشرح، وانا بشرح لو هي رفعت ايدها وقالت لي يا محمد في حاجه مثلا مش فاهماها، اكن انت بالظبط قاعده قدامي. فبتاخدوا شباب تجربه واقعيه اكنكم قاعدين في درس بالظبط، بس بقى اونلاين وفي البيت وببلاش وعلى يوتيوب وزي الفل. طيب نظامنا ازاي؟ بصوا يا جماعه دلوقتي يا شباب ان شاء الله هنشرح الحصه بافضل ما يمكن، حصة بسيطة جدا 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 وسهلة جدا جدا جدا، مش هزود عليك زيادات انت مش محتاجها. ممكن ارمي لك حاجة ان شاء الله تنفعك في ثالثة، لكن زيادات مش محتاجها كتير جدا جدا واجيب منهج اولى كل مش هعمل كده، علشان انت مش محتاج الحاجات دي. خلاص اللي انت محتاجه انا برضو بسيط في الاسئلة، اللي انت محتاجه هرميه لك وهقوله لك. تمام؟ ده بالنسبة للشرح يا شباب. بعد كده باذن الله اما اخلص شرح ان شاء الله كده بعد نص ساعة ولا حاجة، ساعة الا ربع بالكتير باذن الله، ما نطولش يعني عليكم، او الحصة نمسك كتاب الامتحان بتاع الاحياء لتانية ثانوي نقراه مع بعض كله. خلاص كده. وفي يا شباب في الكتاب في وسط الشرح كده حاجه اسمها الاسئله الصفراء. ايه صفراء؟ اهي ده يا شباب. خلاص كده. هذه الاسئله الصفراء يا شباب اسئله مش سهله، فبرضه يا جماعه هنحلها في قلب الحصه. فهنقرا الدرس كله من كتاب الامتحان عشان حضرتك وانت بتذاكر يبقى انا قرات معاك الدرس كله، ما يعديش ولا هفوه في الكتاب. خلاص حتى الاسئله الصفراء هنحلها مع بعض. هيتبقى لحضرتك الاسئله اللي في التدريبات بعد الشرح. تعمل ايه بقى؟ دي الواجب بتاعك. عد يومين ثلاثه كده بعد المحاضره اما تنزل على اليوتيوب ان شاء الله هتلاقي الفيديو بتاع الحل نزل، فهينزل لك على اليوتيوب باذن الله شرح وقراءه وحل في قلب الحصه الاسئله الصفراء، وكمان حل من كتاب الامتحان. خلاص كده زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الفتاح العليم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا يا رب العالمين. يلا شباب بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الاول معانا يا شباب اسمه الاخراج في الانسان. جماعه معلش كده، احنا يا شباب كنا بنقول في اولى ثانوي، ممكن برضو اسماء تساعدنا في الكلام ده كله، يعني هل يا اسماء تعرفي حاجه اسمها عمليه حيويه؟ يا جماعه كلمه عمليه يعني يا شباب حاجه بتحصل. لا سيب التليفون ركزي معايا، عمليه يعني حاجه بتحصل. اللي بيلعب منكم برضو يركز معايا، ما بنهزرش، هي نص ساعه كده استحملها وبقوم العب بعدين. تمام؟ خلص المحاضره افصل شويه وتعالى تاني اشطط بذاكرها، يعني بعد ما تفصل شويه، لكن تركز اثناء الحصه، ما بنلعبش وما بنهزرش. خلاص ممكن نهزر، انا هزر لكن انت لا. تمام حلو. فمعنى كلمه عمليه حيويه يا شباب انها يا جماعه عمليه، يعني ايه؟ يعني حاجه بتحصل. طب كلمه حيويه جايه من كائن حي، يعني الكلام ده يعني عمليه تحدث داخل جسم كائن حي، ده معنى كلمه عمليه حيويه. خلاص. فالانسان يا شباب جوه جسمه عمليات حيويه كتير بتحصل. زي ايه مثلا احنا لسه واكلين اندومي اسماء دلوقتي، ضاربين اندومي وهتجيب لنا امراض. خلاص هيحصل له ايه بعد ما يخش بطننا؟ هيتهضم، صح كده ولا ايه؟ فالهضم ده عمليه حيويه. خلاص. طيب احنا كلنا كارثه دلوقتي انا واسماء واكلين حل قد كده فيها اسمه ايه؟ كينوجل اسمه ايه؟ يا جماعه لا والله مش اعلام بس ده قرف. يا الله هيقولوا بيشتم في بتاع منك الله اسماء. كلنا هباب. خلاص. وده الهباب ده مضر جدا جدا، ماشي كده؟ فهو اول حاجه هيتهضم حته منه. تمام؟ يا جماعه مش بقول ان هو مضر، فلا ما درسنوش ايه عليا وعلى سنين، كله اكل البيت، اكل صحي في البيت، تمام؟ ما علينا، هو حلو يا اسماء. خلاص، خلاص يا ست معلش. المهم يا جماعه ان هو احنا هناكله، خلاص؟ فهو الجزء منه مثلا الكربوهيدرات اللي فيه هيتهضم في جسمنا، خلاص؟ طيب والسموم اللي فيه، اي اكل شباب بعد الهضم بيطلع منه مثلا حاجه اسمها ميتابولايتس او فضلات او نواتج الايض. عارف حاجه اسمها الايض؟ الايض ده اللي هو التمثيل الغذائي. الخلايا بتاعتنا يا جماعه عشان تستفيد من الطعام بتاخده تعمل بيه حاجه اسمها تنفس خلوي. هذا التنفس الخلوي يا شباب بينتج عنه عمليات او بينتج عنه نواتج للايض، صح كده؟ كويس جدا جدا. هذه النواتج لو بقيت في اجسامنا يا شباب هتضرنا، ممكن تاذينا، ممكن تصل لمرحله السميه. خلاص كده؟ هنعرف ان شاء الله الدرس الجاي الفشل الكلوي. جماعه للناس اللي كليتهم بتفشل بيغسلوا كليه يا اسماء.
عشان لو السموم بقت في اجسامهم هتموتهم، يحصل له تسمم بولينا مثلا لو ما خرجش البول، خلاص كده. فيا جماعه هذه المواد الوحشه لو بقيت في اجسامنا تعمل لحضرتك تسمم، صح ولا ايه؟ فيجي يا شباب دور عمليه مهمه جدا 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 في حياتنا، اسمها دكتور الله عمليه الاخراج، وتعرفها يا شباب عمليه حيويه، وشرحنا عن ايه الكلام ده. يتخلص بها او فيها الكائن الحي من الفضلات الناتجه عن العمليات الحيويه الاخرى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عملت هضم نتج عن هذا الهضم، وعملت تنفس خلوي نتج عن هذا التنفس الخلوي فضلات، هذه الفضلات هنتخلص منها يا جماعه، يعني نطردها بره اجسامنا في عمليه اسمها عمليه الاخراج. طيب سؤالي يا اسماء، لو سالت حضرتك على حاجات بتخرج من اجسامنا تعرفي تقولي حاجه مثال على الاخراج؟ تعرفي تقولي ولا لا؟ حكي على ايه؟ تعرفي تقولي؟ قولي اي حاجه، اي حاجه، قولي اي حاجه. قولي اسمع عادي. طيب هي عايزه تقول البول والبراز بس مكسوفه، خلاص كده. فيا دكتور عايزه تقول مثلا بول وعايزه تقول براز، خلاص. انا هقول لك كمان شويه صغيرين جدا 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 ان هذا البراز يا جماعه اللي بيخرج من اجسامنا ده لا يعتبر ماده اخراجيه. ركز بقى، لا يعتبر ايه ماده اخراجيه؟ بص جماعه احنا اتفقنا ان الاخراج ده عمليه جسمنا هيتخلص فيها من الحاجات الوحشه اللي في اجسامنا، صح كده؟ حلو. يعني يا دكتور حاجه هتخرج من جسمي، بس خلي بالك ليها شروط. ركز بقى، احنا قلنا كده التعريف وسهل، عمليه حيويه تخلص فيها الجسم من المواد الضاره او من الفضلات الناتجه عن العمليات الاخرى اللي حصلت في جسمك، زي ايه؟ تنفس خلوي، هضم، وهكذا. اوكي زي الفل. ركز بقى دكاتره، اي ماده يا شباب هتخرج من جسمي هينطبق عليها مصطلح الاخراج، بس بشروط او بشرط وحيد. هذا الشرط يا شباب ان تعبر الغشاء الخلوي. سؤال يا اسماء، لسه واخدين في الترم الاول لاولى ثانوي مكونات الخليه، عضيات الخليه، خدنا منهم حاجه اسمها الغشاء البلازمي. تعرف تقولي مكوناته كان عباره عن ايه؟ كان عباره يا دكتور والله عن طبقتين من الفوسفوليبيدات. ركزوا بقى يا اولاد، كل طبقه عباره عن رؤوس محبه للماء وذيل كاره للماء، رؤوس محبه للماء وذيل كاره للماء، رؤوس محبه للماء وذيل كاره للماء. ركز بقى، ايه ده يا دكتور؟ قال لك والله يا دكتور ده هو الغشاء البلازمي اللي بيحيط يا جماعه بالخلايا بتاعتنا. جسمك فيه مثلا تريليونات الخلايا، يعني الاف مليارات الخلايا. جسمك فيه مثلا 20 مليار او 20000 مليار خليه، كتير جدا، صح ولا ايه؟ جماعه الخلايا بتاعتنا حواليها غشاء بلازمي. هذا الغشاء يا شباب عباره عن طبقتين من الفوسفوليبيدات، يعني بشكل اساسي عباره عن ليبيدات ولا بروتينات ولا كربوهيدرات؟ ليبيدات ومعها حاجات تانية ومعها بروتينات. ده كلام من اولى ثانوي، قشطه برمهولك بس وخلاص. بص يا سيدي جماعه، هذا الغشاء البلازمي يا شباب نطلق على الماده انها ماده اخراجيه، وحدثت بالفعل عمليه اخراج اذا عبرت يا اسماء الغشاء البلازمي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا كانت جوه الخليه وخرجت منها، هل كده عبرت الغشاء البلازمي؟ اه يا دكتور عبرت، يبقى دي ماده اخراجيه. ماده اخراجيه، ماده اخراجيه سهله. يبقى يا جماعه ما هو شرط الاخراج؟ ان تعبر الماده الغشاء البلازمي، خلاص كده ماشي. فبقول لك يا دكتور والله انت عند حضرتك مثلا يعني مواد اخراجيه يا اولاد زي الماء ميه يا شباب، واليوريا، والاملاح المعدنيه، والتوابل مثلا. يعني هنعرف الكلام ده يا جماعه بالتفصيل حالا دلوقتي ان شاء الله. فيا دكتور لو قال لك مثلا بقول لك الكلام ده عشان السؤال اللي جاي، لو قال لك علل يا اسماء تعتبر اليوريا او يعتبر الماء ماده اخراجيه، ليه بقى؟ اي سؤال؟ لان هذه الماده تعبر اغشيه الخلايا بس، تمام؟ يعني يا دكتور اي ماده اخراجيه ينطلق عليها مصطلح ماده اخراجيه عبرت الغشاء البلازمي، خلصان. تعالى يا دكتور بقى نقول مثال على مواد يا شباب احنا مفكرينها انها اخراج لكن هي لا تعتبر اخراج. اول ماده واشهر ماده اللي كلكم مفكرينها اخراج الا وهي البراز. قال لك يا دكتور هذا البراز غير اخراجي. بص يا ولاد ده يا جماعه حماده او لذيذ، تمام؟ الواد ده يا شباب اكل اكل زي اللي احنا اتكلمنا من شويه المعفن ده، خلاص. قال لك يا دكتور والله الاكل ده اهو في البق بالعوم مريء، يمشي المريء يمشي 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 نزل على اول خلاط المعده، تمام؟ يمشي 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 اثنا عشر، يمشي 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 مع دقيق اللي هو الديرنموجيجن اثنا عشر، ثم بقى الامعاء الدقيق، ثم القولون، ثم المستقيم، ثم الشرج. السؤال بقى يا جماعه يا شباب، الجهاز الهضمي يا اولاد ما هو الا قناه بها مجموعة من الخلاطات والمواد الهاضمة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا المعدة يا اولاد ده خلاط،
زي اللي بنعمل في العصير يا اسماء. في حاجه اسمها العصير المعدي اللي هو الاتش سي ال، صح؟ حمض معده، حمض قوي 1.5 ل 2.5، قوي جدا يا شباب. بيعمل ايه؟ بيهرس الاكل جوه المعده، تمام؟ طيب تعالي على الامعاء كده، بتعمل ايه؟ فيها انزيمات وفيها برضو حركه دوديه، فاكرها؟ حركه الدوديه بتاع الامعاء بتهرس برضو يا دكتور الاكل جوه الامعاء. وكنا بنقول يا شباب ان مثلا يبدا هضم الكربوهيدرات فين؟ في البق، صح؟ في الفم، عن طريق انزيم اسمه ايه؟ اميليز لعابي، تمام؟ طيب يبدا هضم البروتينات فين؟ في المعده، عن طريق انزيم اسمه انزيم البيبسين، اللي كان بيبسينوجين و اتش اس ال حوله لبيبسين، كويس. يبدا هضم الدهون يا اولاد فين بقى؟ في يا دكتور والله الامعاء الدقيقه، عن طريق العصاره، عصارتين، عصاره كبديه وعصاره بنكرياسيه. الاهم مين؟ العصاره البنكرياسيه. العصاره الكبديه يا جماعه فيها حاجه اسمها الصفرة. ايه صفرة؟ العصاره الصفراء يا جماعه جايه من حاجه اسمها الكبد، بتطلع عصاره صفراء يا دكتور والله كده اهو، ماشي؟ تنزل فين؟ تنزل يا جماعه على الاثنى عشر، ومعاها يا شباب في السكه كده اهو عصاره من البنكرياس. ليه؟ عشان تهضم الدهون في قلب الامعاء. طيب فيا دكتور برضو كده الاكل اللي احنا كلناه ما زال في قلب هذه القناه، كل ما يعدي في مرحله اسماء مثلا في المعده يخش الخلاط اللي في المعده بيبسين يهضم البروتين، خلاص؟ ينزل في الامعاء، التريبسين اللي في الامعاء والانزيمات البنكرياسيه تهضم باقي الاكل. البروتين بقى اللي باقي من فوق، والكربوهيدرات اللي باقي من فوق، والدهون، تمام؟ فيا جماعه الاكل ما زال جوه قناه، هل عبر اغشيه الخلايا؟ لا جماعه، الاكل ده هو ما زال لم يعبر اغشيه الخلايا. دكتور امال بقى ايه حوار الاخراج ومش الاخراج؟ بصي هنضرب مثال سهل جدا جدا جدا. الواد ده جعان الصبح يا اسماء، هيعمل ايه؟ هيروح على عربيه فول، يقوم ضارب طبق فول. تحبيه بالزيت الحار ولا بالطحينه؟ بايه؟ خلصي. بالزيت الحار. بالزيت الحار، الاثنين زيوت يعني، بالزيت الحار. شايفه حتى اسماء الزيت حار ازاي؟ شايفه النار طالعه ازاي؟ اهو شايفه انا عاملها يعني الحاجات دي مش عبط يعني. بصي بصي التفاصيل بقى، ده الفول اهو. فول ازرق ها؟ وده ده زيت حار اهو، ادي الحار، خلاص؟ لازم معاه ايه؟ عيش. تاكلي انت كام رغيف على الصبح يا اسماء؟ كام رغيف على الصبح؟ خلصي. اتنين اهو، ده يا دكتور والله رغيفين اهو، تمام؟ طب باكل لازم ابلع بيه ميه، ادي القله جنبك يا اسماء. حلو؟ حلو جدا جدا، بطلي ضحك بقى امال. فيا جماعه ده كده الوجبه بتاعته. جماعه اول حاجه العيش ده عباره عن ايه دكاتره؟ كربوهيدرات ولا لبيدات ولا بروتينات؟ كربوهيدرات. فيا دكتور والله ده كربوهيدرات، اول حاجه كربوهيدرات. طيب الفول يا اسماء عباره عن بروتينات، صح ولا ايه؟ بروتينات. طيب بعد كده الزيت الحار عباره عن لايبيدات، تمام؟ وكل شويه هو بياكل كده يزور يقوم مبلع ببق ميه، صح كده؟ حلو جدا جدا جدا. طيب ماشي، ده كلام جميل. اول حاجه يا شباب هذه الكربوهيدرات يبدا هضمها فين؟ في البق، عن طريق اميليز لعابي، خلاص؟ وتكمل في قلب الامعاء، ده كلام جميل. هذه البروتينات يبدا هضمها فين؟ في المعدة، عن طريق البيبسين، شطار. هذه اللايبيدات يبدأ هضمها فين؟ في الأمعاء، تمام؟ والمية يا جماعة بتعدي طبعا، ركزوا بقى. قال لك يا دكتور والله لما نهضم الكربوهيدرات يا أولاد بينتج عن هضم الكربوهيدرات حاجة اسمها أسماء المنمى بتاعها إيه اللي خدناه في أولى ثانوي الترم الأولاني؟ قولي. حاجة اسمها سكر أحادي، صح؟ سكر أحادي. ولما نهضم يا دكتور والله البروتينات ينتج عنها مونيمر اسمه حمض اميني، تمام؟ لما نهضم يا جماعه اللايبيدات ينتج عنها يا دكاتره حاجه اسمها حمض دهني، صح كده؟ ده كويس جدا، ركزي بقى. وطبعا يا جماعه شاربين ايه؟ شاربين يا دكتور والله ماء، خلاص؟ ركزوا بقى يا جماعه. دول يا شباب موجودين دلوقتي فين؟ في الامعاء. في الامعاء يا شباب بيحصل عمليه حيويه مهمه جدا جدا بعد الهضم اسمها الامتصاص، عارفاها؟ اسمها الامتصاص. بيحصل فيها ايه بقى؟ قال لك الامعاء ده اهي فيها من جوه كده اسماء خملات، هذه الخملات بتعمل عمليه اسمها عمليه الامتصاص. يا شباب هو الفكره من السكر الاحادي والحمض الاميني والحمض الدهني ايه؟ دي مونيمرات عايزين اسماء بعد كده نعمل لهم عمليه اسمها عمليه البلمره. يعني ايه؟ يعني ايه بلمره؟ يعني ناخد الحمض الاميني ده بعد شويه نجمعهم من جديد نعمل بروتين يخش في العضلات، صح كده؟ كويس. فاحنا محتاجين نوديه على الدم. السائل اللي بيتصل مع كل اجزاء الجسم هو الدم يا شباب، صح ولا ايه؟ فلازم يا دكتور الحمض الاميني والحمض الدهني والسكر الاحادي والماء يخش فين؟ يخش يا دكتور والله على الدم في عمليه اسمها عمليه الامتصاص. خلاص كده؟ ركزوا بقى. فيا جماعه ده الامتصاص. كده يا دكتور انا استفدت من دول. السؤال هو انسى دول اللي انا هستفيد بيهم.
هل كل اللي باكله بيمتص؟ الاجابه لا. هل كل اللي باكله بيمتص؟ الاجابه لا. يعني مثلا كلنا خص يا شباب، الخص ده الياف سيليلوزيه، احنا يا شباب ما عندناش الانزيم اللي اسمه سيليليز، سيليليز مش عندنا، ده انزيم يا اسماء بيهضم الالياف خلاص. عشان كده اللي عنده مشاكل في البراز يقول له ايه، كل خس او خضار. ليه بقى؟ عشان في الياف سيليلوزيه جسمنا ما يعرفش يهضمها، فتنزل بحالها في البراز، حجمه يكبر ننزله بسهوله خلاص كده. طيب فيا دكتور، مثلا انا اكلت خضروات جماعه، وباقي الكربوهيدرات اللي انا ما عرفتش اهضمها، وباقي البروتينات وباقي اللايبيدات، تمام، وشويه ميه، ركزوا بقى، يحصل لها يا اسماء، انا ما هضمتهاش، ما امتصتهاش، موجوده فين دلوقتي؟ موجوده في امعائي الدقيقه، تتحرك عشان تروح لامعائي الغليظه، ثم المستقيم، ثم تنزل في الشرج على سور البراز. اذا هل البراز ده يا جماعه هو عباره عن اكل انا ما امتصتوش، ما هضمتوش، خلاص؟ هل البراز ده يا جماعه عدى من خليه لخليه ثانيه، ولا هو خلاه ماشي في قلب قناه؟ خلي ماشي في قلب قناة. فيا دكتور هذا البراز لا يعتبر إخراجا لأنه لا يعبر أغشية الخلايا. طيب كمان حاجة يا شباب، قال لك يا دكتور والله إحنا أسباب بناخد الشهيق كده ونطلع الزفير كده، ليه بقى محتاجين إيه؟ محتاجين من الشهيق يا دكتور أكسجين، صح ولا إيه؟ وبنخرج في الزفير CO2 ثاني أكسيد كربون، صح كده؟ بصي بقى، أنت خدت في الفيزياء تقريبا أو في الكيمياء مش فاكر إن الهواء الجوي معظمه إيه؟ نيتروجين، حاجة و70%، صح في الكيمياء كام؟ 70%؟ 78% تقريبا، صح؟ 78. بص بقى السؤال هو، هل يا دكتور النيتروجين ده هو بيحصل تبادل ليه مع حاجه في جسمي؟ الاجابه لا. يا جماعه كل رئه يا اولاد عندنا عباره عن حاجه اسمها حواصلات هوائيه، ملايين كتير جدا جدا، تمام؟ بص بقى يا اسماء، دي حواصلها هوائيه، بيكون حواليها حاجه اسمها شعيرات دمويه كده. ليه بقى؟ عشان يا دكتور انا لما اخد كده الشهيق كده دخلت في قلب الحواصلات بتاعتي يا اسماء اكسجين، وكمان الهواء الجوي يا جماعه فيه CO2 خلي بالكم، وفيه نيتروجين، صح ولا ايه؟ انا محتاج منهم مين؟ الاكسجين، صح كده؟ هيحصل يا دكتور والله ان الاكسجين ده هو يخش جوه الوعاء الدموي، خلي بالك يا اسماء. وهذا الوعاء الدموي يا شباب يا دكاتره جايب من كل الجسم فضلات، هذه الفضلات يا دكتور CO2 يعمل معاها ايه؟ يخرجها في قلب الحواصله عشان تخرج فين؟ في الزفير، ده اسمه تبادل غازات، خلاص؟ دكتور معلش كده، كان جاي من الشهيق نيتروجين وسي او 2، خلي بالك بقى، راحوا فين؟ مفيش اي حاجه، تقول لهم يا دكتور والله يلا مع السلامه، مع السلامه اللي عايز يمشي، مش عايزاكم، المركب اللي فات دي ما ترجعش، انا هاخد حبيبي، من حبيبي الاكسجين، والنيتروجين مش عايزاك، سي او 2 مش عايزاك، بل ده احنا هنرجع سي او 2 اسماء اكتر من اللي جاي. فاهم حاجة؟ أنا خدت أهو شهيق، في سي أو 2، طب أنا أصلاً جسمي هيخرج سي أو 2، إذا السي أو 2 اللي خارج عبارة عن إيه؟ عبارة عن السي أو 2 اللي كان جوه مع اللي أنا خدته. فاهم حاجة؟ كويس جداً جداً. فيا جماعة مثلاً النيتروجين ده أهو لا يعتبر إخراج، ليه؟ لأنه لا يعبر أغشية الخلايا. أقصد يا دكتور والله خلايا اللي هي الخلايا بتاعت الأوعية الدموية والحواصلة الهوائية. هل النيتروجين يا أسماء عدى من حواصلة الوعاء الدموي؟ ما عداش، عدى من الوعاء الدموي للحواصلة برضه ما عداش، فهذا النيتروجين يا شباب لا يعتبر إخراج. يبقى يا جماعة الإخراج ده كله يا شباب في التعريف، والله العظيم بس كلام مهم جداً جداً جداً، هتسأل عليه بص عندك سؤال أصفر كده أهو، هو سؤال أصفر أه بس يحيرك لو أنت جيت تحله لوحدك من غير ما تفهم الكلام ده. يا جماعة الإخراج هي عملية حيوية خلص فيها الكائن الحي من الفضلات الناتجة عن العمليات الأخرى. طب وبعدين أي مادة خارجة من جسم عملها إخراج؟ قال لك لا، لازم وحتما ولابد تعبر غشاء الخلية، تمام؟ ما هو غشاء الخلية؟ طبقتين من الفوسفولايبيدات، ده كلام محترم جدا. قلنا يا جماعة أمثلة على المواد الإخراجية ناخدها حالا بإذن الله، أمثلة على المواد التي لا تعتبر إخراجا مثل البراز والنيتروجين، وعرفنا ليه؟ لأنهم لا يعبروا أغشية الخلية. طيب بصوا يا جماعة دلوقتي احنا قلنا ان احنا اكلنا كربوهيدرات وبروتينات ولايبيدات يعني دهون وشربنا ميه، صح كده يا اسماء؟ كويس، استفدت من الاكل ده بايه؟ سكرات احاديه على الدم، خلاص يلا مع السلامه بقى، هتروح بقى على الخليه عشان تطلع بقى اي تي بي بالتنفس الخلوي، خلاص؟ وبروتينات احماض امينيه استفدت بقى على الدم، لايبيدات احماض دهنيه استفدت بها على الدم، الميه خدت شويه في شويه في الامعاء. جماعه انا استفدت بدول بس، هل دول اسماء كل اللي كلته؟ لا، احنا جماعه بناكل اكتر من اللي احنا محتاجينه بكتير، صح ولا لا؟ صح طبعا. ركزي بقى، في يا جماعه نواتج ايض. ما هي نواتج الايض بقى؟ قال لك اول حاجه يا اسماء، احنا عندنا في جسمنا ماء زائد عن الحد، يعني مثلا بنشرب في اليوم مثلا 2 لتر ميه،
بنستفيد من كام من كام ميه؟ شويه صغيرين، وبنخرج الباقي في البول، صح كده؟ فعندي يا دكتور شويه بستفيد بيهم، خلاص دول على الدم، الباقي هسميه ماء زائد عن الحد، دي اسمها تعتبر ماده اخراجيه. تمام؟ طيب ايه كمان؟ قال لك يا دكتور والله هذا السكر الاحادي عايز تركيز من النار، عايز يا رجاله تركيز من النار. هذا السكر الاحادي يا شباب بيعمل ايه بقى؟ الخلايا بتاعتنا يا اسماء تعرفي تقولي لي يا عسل عمله الطاقه في الخلايا بتاعتنا اسمها ايه؟ اي تي بي، بتيجي من عمليه اسمها عمليه ايه؟ تنفس خلوي. تنفس خلوي، ما معنى هذا التنفس الخلوي؟ انت خدت حاجه اسمها دوره كريبس؟ لا، ده في ثانيه ثانوي، انتوا اللي خدتوها بقى يا جماعه. قولوا لي بقى يا جماعه معنى ايه تنفس خلوي؟ قال لك يا دكتور هذا التنفس الخلوي ان الخليه يا اسماء تاخد الجلوكوز اللي هو السكر الاحادي يا شباب، الجلوكوز، تحرقه في وجود الاكسجين، يطلع عن هذه العمليه يا اسماء 38 اي تي بي. تاني؟ يعني ايه تنفس خلوي؟ يعني الخليه بتاعتنا تاخد جلوكوزه واحده تحرقها، يحصل ايه؟ يطلع مع الاكسجين طبعا، هنحرقها باكسجين ليه؟ عشان تتحرق، وبعدين يطلع عنها 38 اي تي بي. طب وبعدين؟ قال لك دي عمليه حلوه جدا على فكره. ليه؟ لانها بتنتج طاقه، صح ولا ايه؟ حلوه ولا لا؟ قال لك هي حلوه بس بينتج عنها فضلات. تمام؟ ما هي الفضلات؟ قال لك الفضلات ده هي عباره عن CO2 و H2O. CO2 و H2O، كويس جدا. فيا جماعه كده عندي CO2 ده فضلات، و H2O فضلات، جاي منين؟ من عمليه التنفس الخلوي اللي ناتجه عن السكر الاحادي او حرق السكر الاحادي جوه الخليه. طيب بص يا ستي، شايفه البروتينات؟ شايفها؟ انا خدت منها احماض امينيه وديتها على الدم عشان تروح على العضلات بقى والمناطق اللي محتاجه بروتين. ايض البروتينات، يعني اسماء تكسير البروتينات، بينتج عنه حاجه اسمها النشادر NH3، خدتها في الكيمياء صح؟ النشادر ان اتش 3، امال ان اتش 2 معناها ايه؟ ان اتش 2 هي ايه؟ ايوه، ها قولي. ان اتش 2 ان اتش 3 ايه الفرق بينهم؟ طب ايه الامونيا؟ صح صح، الامونيا ان اتش 2، النشادر ان اتش 3. خلي بالك بقى، ده هي اسماء ماده وحشه في جسمنا، مش حلوه، مش حلوه خالص، لازم نخرجها. بتروح على الكبد يا جماعه عشان يحولها لحاجه اسمها اليوريا. اليوريا ده ايه؟ تنزل فين؟ في البول من الكليتين. فيا دكتور دلوقتي انا بعد المواد الاخراجيه، كلنا يا اسماء كربوهيدرات، اخدت منها سكر احادي، حرقته جوه الخليه، ناتج عنه ايه؟ CO2 H2O. شربت ميه كتير، استفدت بشويه، الباقي سميته ماء زائد عن الحد، لازم يخرج من جسمي. تمام؟ كلت بروتينات، استفدت منها باحماض امينيه، لما اعمل ايض بروتينات ينتج عنها حاجه اسمها NH3، النشادر تتحول لحاجه اسمها يوريا عشان تنزل في البول. مين اللي بيحول النشادر ليوريا؟ مهمه جدا جدا جدا، كبد، ناخده ان شاء الله بعد كده. طيب بعدين قال لك هو الفول ده يا اسماء ينفع ناكله دلع يا جماعه، ولا بنرش شويه ملح وشويه بهارات؟ فعندي يا جماعه ملح وبهارات. قال لك يا دكتور هذا الملح يا اولاد اللي هنحطه على الفول مثلا بينتج، بستفيد من شويه في الجسم يا جماعه، بناخد مثلا شويه صوديوم، شويه كلورايد، شويه بوتاسيوم وهكذا، وبنخرج الباقي اولاد في البول وفي العرق، صح ولا ايه؟ هو البول ده مملح ولا مش مملح؟ مملح. حد يقول لي انت دقته؟ لا ما دقته، بس معروفه يعني، خلاص يا جماعه معروفه، البول مملح والعرق مملح، صح ولا ايه؟ بعض الفضلات عندي اسمها املاح معدنيه يا شباب. طيب التوابل يا دكتور، التوابل يا جماعه اللي بنحطها على الاكل بنستفيد من شويه وبنخرج شويه، صح ولا ايه؟ قال لك يا دكتور هذه التوابل، هذه التوابل قد تخرج يا شباب ذائبه مع الماء يعني يا جماعه، او تخرج يا اولاد متطايره. خلي بالك اسماء، انت لو جبتي مثلا شويه توابل وفتحت البرطمان وشميتي شم، ايه اللي يحصل؟ تحتصي، صح ولا ايه؟ انا خدتهم فعملوا اريتيشن او اذوني فخرجتهم تاني، دي اسمها توابل متطايره، خلاص؟ لكن التوابل اللي تخرج مع البول توابل ذائبه، تمام كده؟ فيا جماعه بصوا بقى، بدايه الدرس، يا نهار ابيض، بدايه الدرس، البدايه الحقيقيه للدرس. بصوا يا جماعه، الفضلات عندي يا شباب هم دول، دول اللي هنعيش معاهم طول الاخراج. الماء الزائد عن الحد، ثاني اكسيد الكربون، النشادر التي تتحول الى يوريا، الاملاح المعدنيه، التوابل بنوعيها ذائبه ومتطايره. نركز مع بعض، نركز مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. دوري دلوقتي اقول لحضرتك دول بيخرجوا منين. النهارده يا جماعه معانا شويه حاجات، والحصه الجايه ان شاء الله معانا كمان شويه حاجات. بص يا ولاد، النهارده معانا ايه؟ اول حاجه شباب هناخد باذن الله اعضاء الاخراج، بس مش كلها النهارده، قلت لحضرتك النهارده شويه والحصه الجايه شويه. هناخد يا ولاد النهارده باذن الله الرئتين والجلد. هناخد ايه؟ الرئتين والجلد. نركز مع بعض كويس جدا، الموضوع جدا بسيط. طالما يا دكتور لقطنا ايه هي المواد الخارجيه، هنعرف نقول الرئتين بيطلعوا ايه والجلد بيطلع ايه.
بصوا يا جماعه، اول حاجه يا شباب، طبعا احنا عارفين كلنا ان الرئتين يا اولاد ده همت اللي يا جماعه اسمها قصبه هوائيه، خلاص كده بتتوزع على الرئتين، صح ولا ايه؟ كل رئه فيها حاجه اسمها حواسيبات هوائيه، بيحصل يا جماعه فيها عمليه مهمه جدا 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 اسمها تبادل للغازات. تمام؟ هل النيتروجين يعتبر اخراج ولا لا؟ لا ما يعتبرش اخراج. ليه؟ لانه اصلا يا دكتور مش بيعدي الحواسيبه ولا بيعدي الوعاء الدموي، ده بيخش وبيخرج، يلا مع السلامه اللي عايز يمشي. تمام؟ حلو جدا. طيب قال لك يا دكتور والله بيحصل فيها تبادل الغازات يا اولاد، يعني يا دكتور والله بياخد اكسجين ويطلع بره ثاني اكسيد كربون. طيب جماعه، كل الفكره ان احنا هنقف عند عضو عضو، واسال حضرتك قول لي مين من الخمسه دول يقدر يعدي من هذا العضو. سهله، يلا يا اسماء يلا نلعب اللعبه دي، سهله جدا. عندنا ميه، وعندنا سي او 2، وعندنا يوريا، خلي بالك يوريا بتاع البول، وانا رميتها لك اهو، وعندنا املاح، وعندنا توابل، بس توابل نوعين، ذائبه ومتطايره. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نحط اكواد، يعني مثلا الميه الكود بتاعها 1، CO2 الكود بتاعها 2، NH3 الكود بتاعها 3، او اليوريا يعني 3، NaCl كودها 4، التوابل كودها 5. سهله، يلا بينا. اول حاجه اسماء الرئتين دول بيخرج منهم ايه؟ حاجه اسمها زفير، صح ولا ايه؟ عايزين نقول يا دكتور المواد اللي بيتم اخراجها، يعني بتعبر اغشيه بلازميه في الزفير. يلا بينا، بسم الله. اول حاجه يا جماعه، هل الميه يا اسماء بتخرج في الزفير؟ طقطق ليه؟ مش احنا لو جبنا مثلا ملايه وعملنا كده بنلاقي على الميه بخار ماء، صح ولا ايه؟ فالماء يخرج في الزفير على صوره بخار ماء. فيا دكتور والله الرئتين بيخرجوا اول حاجه يا اولاد حاجه اسمها بخار ماء، اللي هو الكود بتاعه كام؟ 1. يبقى يا دكتور يخرج الماء في الرئتين او من الرئتين على صوره بخار ماء. سهله؟ طيب يلا يا اسماء، دلوقتي بقى عندنا سي او 2 واتش 2 او، سي او 2 بيخرج منين؟ ده من الرئتين اساسا. مين في جسمنا بيخرج سي او 2 للرئتين يا بهاء؟ مفيش، صح كده؟ فيا دكتور كمان بيخرج والله في الزفير حاجه اسمها سي او 2، صح ولا ايه؟ كوده كام؟ كوده يا دكتور والله 2. تمام، يبقى كده يا دكتور والله 1 و2 بيخرجوا من الرئتين. طيب اليوريا تخرج من الرئتين يا شباب؟ بالله عليكم، يعني اليوريا بتاع البول تخرج من الرئتين ازاي يعني؟ حد يبول من فوق؟ مش حاجه اسمها كده يعني، ايه القرف ده؟ صح. فيا جماعه لا طبعا، يبقى يا دكتور عدي دي. طب ركزوا بقى، ان اس ال املاح معدنيه، يعني صوديوم ميه بملح، تخرج مرتين برضو لا. طيب التوابل منها نوعين يا اسماء، ذائبه ومتطايره، مين تخرج من الرئتين؟ المتطايره. يبقى دكتور والله يخرج كمان من الرئتين حاجه اسمها التوابل، بس مش الذائبه لا، المتطايره. يبقى يا جماعه كودها كام؟ كودها 5. يبقى يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم، يخرج من الرئتين في الزفير بخار الماء يا شباب، وثاني اكسيد الكربون اساسا والتوابل المتطايره. جمع عشان في الاخر هنعرف مثلا مين اللي بيخرج الميه في الجسم كله، مين اللي بيخرج التوابل في الجسم كله، هنجمع في الاخر ان شاء الله كل حاجه. طيب كده يا دكتور والله الرئتين ضن، مش عايزك تعرف فيهم اكتر من كده، بس حلو قوي، عسل. طيب خش يا دكتور على تاني حاجه معانا، الا وهو الجلد. تركيز يا جماعه من النهارده، الدرس بتاعنا اصلا النهارده عباره عن الجلد. تمام، التقيل جاي ان شاء الله، مش تقيل، خفيف جدا، بس ايه ان شاء الله يكون كويس. بص يا جماعه، مهم جدا يا دكاتره في الحياه العمليه، حتى يعني بص يا عم فكك من الاحياء، انسى اكنك مثلا بتسمع فيديو ثقافي لقناه ثقافيه مش بتاعت احياء، انت بتسمع حاجه كده اهو لحياتك لدنيتك زي ما بيقولوا كده. خلاص بص يا جماعه، جلدنا يا اولاد عباره عن طبقتين كبار. اول حاجه يا شباب في الجلد، اول طبقه ناحيه فوق ده اهي، اسمها ايه يا اسماء؟ اسمها ايه؟ اللي بتعملها سكين كير يا بنات، سكين كير اسمها ايه؟ اسمها البشرة، خلاص بتاع السكين كير البشرة. تمام؟ بيسموها يا جماعة ايبيديرمس، ايبيديرمس. طيب تحت البشرة يا أولاد، على فكرة بيسموها عادي جدا تحت البشرة أو الأدمة. يبقى الجلد، أنت عارفة الأدمة كمان؟ والله العظيم عارفها منين؟ ايوه صح، نسيج ضام دكتور، دي خدناها مع النسيج الضام في اولى ثانوي. يا سلام يا سلام على العظمه. بص يا جماعه، الجلد يا شباب عباره عن طبقتين كبار، البشره والادمه. تاني، البشره والادمه، البشره والادمه، البشره والادمه. صلوا على حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم. البشره يا جماعه عباره عن طبقتين، يبقى تاني اسماء الجلد كله كام؟ طبقتين. خلاص الطبقه الاولى هنقسمها لطبقتين، تاني جلد كله بشره وادمه، البشره نقسمها لاثنين. بصي، اللي فوق اللي ناحيه سطح الجلد من فوق هنسميها طبقه سطحيه. واللي بقى انها صعبه، بالله عليكي صعبه؟ طيب واللي جوه اللي ناحيه الداخل هنسميها طبقه داخليه.
يا سلام، ايه حماده هلال خالص ده؟ يبقى دكتور البشر عباره عن طبقتين، طبقه سطحيه وطبقه داخليه. طيب الكلام ده سهل، بص بقى اللي جاي اللي ممكن يسالك فيه. بقول لحضرتك وده يا جماعه مهم جدا 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 في ثالثه ثانوي في المناعه، ركزوا يا ولاد، الجلد يا شباب هو عضو مناعي، خط الدفاع الاول، الحاجز المناعي اللي بيدافع عن جسمك ضد اي ميكروب. دكتور لو انا كده عصت ده بكتيريا من على السبوره وسلمت عليك شيك هاندز، تمام؟ لو يا دكتور سلمت عليك كده وعصت ايدك انت كمان بكتيريا، هل البكتيريا ده هي تختار جسمك؟ الاجابه يا دكتور لا. ليه؟ لان جلد حضرتك ده خط دفاع منيع، خط دفاع حصين، خط دفاع يمنع دخول البكتيريا والميكروبات جوه جسمك، ولو اتعورت واوا ده بيبقى مكان لدخول البكتيريا، يعمل لك مشكله التهاب، صح ولا ايه؟ بصوا يا جماعه، لماذا الجلد يا اسماء خط دفاع منيع؟ لماذا؟ قال لك يا دكتور لان الطبقه السطحيه مغطاه بطبقه قرنيه، ركزوا بقى، قرنيه صلبه من ماده اسمها يا شباب الكيراتين. اسمها يا اسماء الكيراتين. الكيراتين يا شباب. يبقى يا جماعه جلدنا طبقتين كبار، البشره تحتها الأدمة، البشرة طبقتين، الأولى اللي فوق خالص اسمها طبقة سطحية، دي مهمة مهمة جدا، حاجز الدفاع الأول، خط الدفاع الأول، حاجز مناعة ضد الميكروبات. ليه حاجز مناعة ضد الميكروبات؟ لأنها دكتور عبارة عن طبقة قرنية صلبة، جماعة ما تفهموني غلط الله يكرمكم، قرنية يا جماعة نسبة إلى الكيراتين، خلاص؟ صلبة يا جماعة أوعوا تكونوا فاهمين غلط إن كلمة صلبة زي دي كده، ما هي المواد دي أسمها في الحياة صلبة وسائلة وغازية، بس لا دي مش صلبة يا شباب، دي يا جماعة كلمة صلبة هنا معناها قوية. بس بيسموها ايه؟ طبقة قرنية صلبة، خلاص؟ فيا جماعة الكيراتين ده هو بيخلي الطبقة السطحية من البشرة قوية، خط دفاع منيع. طيب بقول لك يا دكتور كمان ان يا شباب فيها خلايا ميتة. جماعة معلش يعني، عارفين يا جماعة كلنا بنفرك جسمنا كده، صح ولا ايه؟ بيطلع يا جماعة منه ايه؟ يطلع منه اسماء، طينة كده، خلايا ميتة، تمام؟ هي مش طينة، هي خلايا ميتة يا شباب، حرفيا انت يعني دهستها كده موتها فهي طلعت خلاص، انت فرقتها. وانت بتستحمى بالليفة البلدي اللي هي الخشنة دي اسماء، بتنزل من على جسمنا حاجة اسمها الجلخ. يعني ايه الجلخ بقى؟ فيش، هو ده اللي بيحصل فعلا. ما معنى كلمة جلخ؟ يعني خلايا البشرة الميتة. السكين كير يا ستي، يا ستي المقشر، اهو انا كده يعني انا كده بقى مودرن، المقشر بتاعك بيعمل ايه؟ بينزل الجلخ من على وشك يا اسماء، من الاخر يعني، خلاص؟ ما هو الجلخ بقى؟ عباره عن الخلايا الميته بتاعت البشره، خلاص؟ طيب دكتور معلش يعني، انا لما افرك ايدي مين اللي بيعوضها بقى؟ يجي دور يا شباب الطبقه الداخليه، قال لك يا دكتور هذه الطبقه الداخليه بها خلايا اولاد، بها خلايا تهاجر للسطح العلوي لكي تعطي خلايا جديده للطبقه السطحيه، مين اللي بيعوضها اسماء؟ خلايا من الطبقة الداخلية، ده كلام جميل جدا، يبقى يا جماعة البشرة عبارة عن طبقتين، طبقة سطحية، طبقة داخلية. هما معلومتين بس، الأولى يا جماعة إن الطبقة السطحية ده أهي طبقة قرنية صلبة من مادة الكيراتين، بتدافع عن جسمك ضد الميكروبات، خط دفاع منيع، حصن دفاع منيع. المعلومة رقم اتنين، فيها خلايا ميتة. رقم ثلاثة، الخلايا الميتة دي يا شباب لما حضرتك تفركها وتنزلها من على جسمك بتعوضها خلايا موجودة في الطبقة الداخلية. ده كلام محترم جدا جدا جدا، كمان معلومة يا شباب مهمة خالص. على الاخر بقى، شايف حضرتك الطبقه الداخليه اهي؟ قال لك يا دكتور عند قاعده الطبقه الداخليه في حاجه اسمها الميلانوسايتس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا دكتور خلايا تصنع صبغ اسمه صبغ الميلانين. اسمه ايه؟ الميلانين. بصوا يا اولاد جماعه، البشر مش لون واحد يا شباب، ربنا خلقنا الوان مختلفه، في ناس فاتحين جدا لونهم فاتح قوي زي الاوروبيين ما بيشوفوش الشمس، عايشين في ظل على طول، عايشين في ثلج على طول، ايه اللي هيسمرهم؟ بشرتهم يا اسماء بيضاء جدا جدا جدا، خلاص؟ ابيض ناس، خلاص؟ بعد كده الناس القمحويين اللي عايشين في جو معتدل زينا، بنشوف الشمس والظل والثلج والساعه والحر وكل حاجه، بشرتنا قمحويه معتدله، مش بيض قوي زيهم خلي بالك، تمام؟ في الناس اللي عايشه تحت خالص عند خط الاستواء، في افريقيا من تحت وعند الغابات والكلام ده عندهم شمس حارقه طول العام، جو قاسي جدا جدا جدا، بتلاقيهم سود، صح؟ ده مش عيب فيهم، ربنا خلقهم كده عشان يا جماعه يقدروا يعيشوا ويتماشوا مع الجو اللي هم فيه. ركزوا بقى، قال لك يا دكتور والله كلما تعرضنا للشمس اكتر يا شباب خلايا التي تصنع الميلانين عند قاعده الطبقه الداخليه للبشره بتزود شغلها، بتفرز ميلانين اكتر واكتر. اقول لك على دليل، في الصيف بنسود وتتحرق من الشمس، بتلاقي الحته المحروقه سوده، ليه بقى؟ طلع فيها ميلانين. ماشي؟ حلو جدا. فيا جماعه الميلانين ده اهي خلايا يا اولاد
بتكسب الجلد اللون بتاعه المميز. طب اقول لك على حاجه كمان، بتكسب العين اللون المميز. يا جماعه الايريس يا ولاد او القزحيه بتاع العين يا شباب، عارفين البؤبؤ ده يا جماعه؟ البؤبؤ بتاع العين اهو، حواليها يا جماعه كده حاجه اسمها الايريس، مش عارف والله بالعربي اسمه ايه بالظبط يعني، بس اسمه يا جماعه الايريس تقريبا، تقريبا على ما اتذكر يعني القزحيه. خلاص اهو ده الحته الملونه يا جماعه في عينين اللي هي الايه؟ القزحيه دي. خلاص شباب، هذا اللون بتاع القزحيه اخضر ازرق اسود بني اي حاجه عسلي زينا كده اسماء. خلاص بيعتمد على وجود صبغ الميلانين او لا، تمام؟ فيا جماعه الميلانين ده هو بيؤثر على لون العين، كمان لون الشعر. لون الشعر طيب يا جماعه، بنشوف الشارع، شفتي اسماء في الشارع قبل كده؟ حد ابيض جدا وشعره ابيض جدا عامل كده، شفتي في الشارع؟ دول يا جماعه عندهم اسمهم الالبينيزم، او الناس اللي هم الالبينو، او بيسموهم بالعربي المهقه، عندهم طفره اسمها المهقه، طفره جينيه. دول يا جماعه الخلايا بتاعتهم اللي بتصنع الميلانين مش شغاله، ما عندهمش اسماء اي ميلانين، فتلاقي شعره ابيض وجلده ابيض جدا وعينيه بتلاقيها فاتحه جدا، صح ولا ايه؟ فيا جماعه هذا هو الميلانين. موجود فين؟ موجود يا دكتور والله عند الطبقه الداخليه، عند قاعده الطبقه الداخليه للبشره. ايه بقى يا جماعه البشره ده؟ اهي فيها معلومات مهمه جدا جدا جدا. طبقه سطحيه مغطاه بطبقه من الكيراتين، قرنيه صلبه، بتدي يا دكتور والله الجسم مناعه. طبقه داخليه شباب فيها خلايا بتعوض خلايا الطبقه السطحيه، عند قاعدتها يا جماعه حاجه اسمها الميلانوسايتس، او الخلايا اللي بتصنع الميلانين اللي بتدي الجسم اللون المميز بتاعه. طيب بعد كده يا جماعه يا دكاتره يا حلوين صلوا على النبي، كده يا دكتور والله خلصنا البشره. تحت البشره يا جماعه حاجه اسمها الادمه. بصوا يا ولاد عايزكم كده تقولي على الرسمه ده اهي الجميله ده. بصوا يا جماعه كده دكتور، دي كده يا شباب البشره اهي، دي يا دكتور والله البشره، تمام؟ دي كده يا جماعه الادمه. البشره عباره عن ايه؟ بص حضرتك شايف المنطقه الزرقاء ده اهي، دي يا جماعه البشره، تمام؟ كلها كده عباره عن حاجتين، طبقه سطحيه اللي انا عاملها لك بالازرق ده اهي، وطبقه داخليه اللي انا عاملها لحضرتك بالاحمر ده. يبقى يا دكتور البشره عباره عن طبقتين، والسطحيه يا اولاد مغطاه بطبقه من ماده اسمها الكيراتين اهي، كيراتين 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 كيراتين، اسمها طبقه قرنيه صلبه، تعمل ايه؟ بتحافظ عليك، صح ولا ايه؟ يبقى يا دكتور والله كده طبقه خارجيه طبقه داخليه. طيب انزل يا دكتور والله بعد كده على حاجه اسمها بقى يا جماعه الادمه، دي مهمه جدا جدا جدا، بقول لحضرتك ده هي طبقه من النسيج اسماء الضام، خدناها يا جماعه في اولى ثانوي. هذه الادمه يا اولاد نسيج ضام، نسيج ايه؟ نسيج ضام. طيب دكتور المهم جدا 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 بقى ان حضراتكم تعرفوا ان هذه الادمه يا اولاد بتحتوي على الغدد العرقيه، بصيلات الشعر، اوعيه دمويه، نهايات عصبيه حسيه. لا 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 ده كلام كبير. اول حاجه يا شباب هذه الادمه اللي يا جماعه الخلايا المنطقه اللي تحت البشره يا اولاد، اول حاجه فيها الغدد العرقيه. جماعه هناخد ان شاء الله كده في خط الدفاع الاول في المناعه في ثالثه ثانوي، ان الحواجز المناعيه اللي هي خط الدفاع الاول، الجلد بتاعنا ده بيمثل اقوى خط دفاع اول. ليه؟ لانه بيحتوي على طبقه قرنيه صلبه بشره. ايه كمان؟ قال لك يا دكتور كمان لان الجلد به يا اولاد غدد عرقيه اهي يا شباب. بصوا يا اولاد اهي موجوده فين؟ موجوده يا جماعه في منطقه الادمه، ليها قناه يا جماعه عرقيه تفتح عند سطح الجلد يا اولاد بحاجه اسمها اسماء مسام العرق اهي، تمام؟ دي يا جماعه اسمها غده عرقيه. دكتور العرق ده يا جماعه لما تكون انت كده عرقان وينزل على شفايفك بتلاقيه مسكر ولا مملح؟ مملح. دكتور ده سائل اخراجي. جماعه العرق ده يا اولاد اخراج، تمام؟ بص يا سيدي جماعه ده بيشتغل في المناعه كمان، بيقول لك يا دكتور العرق ده هو سائل قاتل للميكروبات بسبب ملوحته. يبقى لو جالك سؤال بقى زياده كده بيتفزلك عليك من اي حد في اي كتاب مثلا، يقول لحضرتك كده فسر، يعتبر العرق مثلا من خطوط الدفاع عن الجسم، اللي بقى لانه قاتل للميكروبات بسبب ملوحته. طيب يقوم بقى حد يا اسماء غبي غبي جدا 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 يروح الصيدليه يا اسماء، يقول للصيدلي انا عاوز مزيل عرق بيمنع العرق، يديله ايه بقى؟ يديله حاجه تسد المسام يا ست اسماء. يحصل مصيبه، انا بمنع العرق يا جماعه بحطه جوه جسمي، بحوشه جوه الجلد بتاعي، بتعمل كوارث. لكن الصح نجيب يا جماعه اللي هو الديودرنت العادي، خلاص كده؟ اللي هو بيخلي العرق مالوش ريحه او يخلي ريحته حلوه، تمام كده؟ لكن ما تجيبوش يا شباب اللي هو بيسد المسام دي. حلو؟ حلو جدا جدا، خلي مسامك مفتوحه عشان يكون اللي ربنا خلقه لك بيحصل في الطبيعه تخليك كويس ان شاء الله، لكن ما تحاربش الطبيعه بتاعتك. تمام؟ فيا جماعه دي اسمها غده عرقيه.
ايه كمان؟ قال لك يا دكتور الله بعد كده بصيلات الشعر. يا جماعه بنشوف دلوقتي مثلا في التلفزيون في تركيا او على اليوتيوب مثلا زراعه الشعر، اقول لك ايه؟ زراعه شعري في تركيا. بيعملوا يا شباب؟ بيخلعوا بصيلات الشعر يا شباب من مناطق معينه في الجسم يحطوها في مناطق ثانيه. يعني مثلا عند الرجاله يقوموا كده فاتحين الراجل صدره، خلاص مش فاتحينه كده، لا بيقلعوه صدره يعني، خلاص. بعدين يلقط الشعر يا شباب بملقيط كده معينه، يديله طبعا مخدر يلقط الشعر بملقيط معينه، بيلقط في الشعر، بيلقط الشعره بالبصيله بتاعتها وبعدين يزرعها في الراس. خلاص كده يزرعها فين؟ في منطقه الادمه. ركز بقى، فيا دكتور الادمه ده اهي، ده يا جماعه المنطقه ده هي اللي فيها دكتور والله الغدد العرقيه، فيها ولاد كمان بصيلات الشعر، كمان يا جماعه اوعيه دمويه ونهايات عصبيه حسيه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا شباب الغدد العرقيه. بصوا يا جماعه بقول لحضرتك الغده العرقيه هي دي يا شباب. بص اهي واحده ثانيه اهي، عباره يا دكتور والله عن قناه ملتفه حول نفسها يا شباب، تفتح على سطح الجلد بالمسام العرقيه او بمسام العرق، سهله جدا جدا. يبقى يا جماعه دي عباره عن انبوبه ملتفه تفتح بمسام على سطح الجلد، ليه بقى؟ لكي يخرج منها العرق. خلاص كده؟ طيب دكتور معلش بقى، النهارده اصلا بناخد في الاخراج، يعني يا دكتور اي عضو هندرسه تبع الاخراج لازم تقول لي بيخرج فيه مين من دول؟ احنا اتفقنا يا جماعه ان الرئتين بيطلع فيهم واحد واثنين وخمسه. بيطلع دكتور فيهم واحد بخار الماء، ما الماء على صوره بخار، CO2 شكل اساسي، التوابل يا جماعه المتطيره اللي هي رقم خمسه، تمام؟ تعالى يا دكتور بقى نقول العرق يا اولاد بيخرج في ايه؟ اول حاجه يا اسماء يلا كده بسم الله الرحمن الرحيم نلعب اللعبه اللذيذه بتاعتنا. اول حاجه يا جماعه الميه بتخرج في العرق؟ طبعا. يبقى يا دكتور كده الماء اللي هو رقم واحد H2O، اتنين، تاني حاجه اسماء CO2 بيخرج في العرق؟ اكيد لا، يبقى يا دكتور مالوش علاقه. طيب اليوريا بيسموها يا جماعه فضلات نيتروجينيه، اسماء بما تفسر اطلق على اليوريا او النشادر فضلات نيتروجينيه. بقول لك ان H3 مش محتاجه يعني، خلاص. بقول لك بقى يا اسماء ان عرقنا دهوت فيه ميه وفي اسماء قليل من الفضلات النيتروجينيه، يعني في شويه منهم كده، دي بنسميها سموم، شويه بس كتير مش كتير، حاجه بسيطه. امال المعظم فين؟ في البول، من الكليتين، الحصه الجايه خلاص ان شاء الله. طيب جماعه العرق يا جماعه فيه املاح؟ فيه املاح طبعا، فيه يا دكتور والله املاح، NaCl املاح. طيب العرق يا اولاد فيه توابل؟ لا مفيش توابل. يبقى يا جماعه العرق بيخرج فيه ميه وملح وقليل من المواد النيتروجينيه او قليل من السموم النيتروجينيه. فكده يا جماعه عرفنا الحمد لله ان الغده العرقيه طبعا بتطلع عرق، بيطلع يا جماعه في العرق ده ميه وملح مملح يا شباب، وكمان قليل من الاملاح المعدنيه او الاملاح المعدنيه وقليل من الفضلات النيتروجينيه، صح كده؟ طيب شباب ركزوا معايا بقى كده يا ولاد، بيطلع في العرق ايه الكود بتاعه بقى؟ ايه الكود بتاع الاخراج في العرق؟ واحد اللي هو الميه، وثلاثه اللي هي قليل من الفضلات النيتروجينيه، واربعه اللي هو الاملاح. كويس جدا جدا جدا. بقول لك يا دكتور ان هذه الفضلات النيتروجينيه اسماء بتطلع في الحيوانات المائيه على صوره نشادر. بقول لحضرتك والله في البرمائيات والثدييات هذه الفضلات النيتروجينية تطلع على صورة بولينا، الحشرات والزواحف والطيور بتطلعها على صورة حمض بوليك. دي بس كده معلومة على الهامش يعني، خلاص؟ حلو جدا. يبقى يا جماعة الغدة العرقية بتطلع عرق، وعرفنا يا جماعة العرق ده بيطلع فيه ايه. طيب شباب السؤال هو العرق بيزيد امتى وبيقل امتى؟ بيزيد امتى يا اسماء؟ العرق بيزيد امتى؟ صيف ولا شتاء؟ صيف اكيد. وبيقل امتى؟ في الشتاء. السؤال هو لماذا يزداد العرق في الصيف؟ جماعة سؤال مهم يا اسماء، مش دي الغدة العرقية اللي عبارة عن انبوبة ملتفة وفتحة على سطح الجلد بمسام؟ السؤال بقى هي بتجيب المية والفضلات النيتروجينية والملح منين؟ منين بتجيبهم يعني؟ بتجيبهم منين؟ اللي انا كلته واللي انا كلته راح على فين؟ على الدم. اي حتة في جسمنا بتاخد اي حاجة من الدم، خلاص كده؟ فيا جماعة ده اهي انا لسه بقول لك اهو ان طبقة الادمة اللي فيها الغدة العرقية فيها ايه؟ اوعية دموية. فيا جماعة هي جنبها كده وعاء دموي او شعرات دموية يا اولاد، بتعمل ايه؟ بتاخد منهم المية والاملاح والفضلات النيتروجينية. ركزي بقى يا اسماء، ماذا لو انا وسعت الاوعية الدموية اللي عند الغدة العرقية؟ يحصل ايه؟ العرق يزيد ولا يقل؟ يزيد. ليه؟ لانه هيرمي لها فضلات اكتر، هيرمي لها مية اكتر. خلاص كده؟ ده كلام محترم. السؤال هو لو عندي يا شباب انبوبه كده اسمها الوعاء الدموي، ده انبوبه وده هي نفس الانبوبه، اسالكم بالله
من الطبيعة بدون أي علم بدون أي دراسة، لو جبت حد من الشارع هيجاوب. ده هي ده هي، بس واحدة فيهم في الحرارة واحدة فيهم في السقعة. مين الواسع، اللي في الحرارة ولا في السقعة؟ اللي في الحرارة صح. في يا جماعة قوانين فيزيائية في الطبيعة، الحرارة بتسبب اتساع الأنابيب، صح ولا ايه؟ والسقعة والتلج بيسبب ضيق الأنابيب، فاكرين الأسلاك خلاص اللي هو تمدد وانكماش. فيا جماعة الأوعية الدموية بتتمدد بتتسع في الحرارة وبتنقبض في البرودة. أثبت لك؟ هثبت لك. في الحرارة يا أسماء وشك بيكون موردن ولا باهت؟ موردن أحمر. طب في السقعة في التلج بتكون وشك باهت. ليه بقى واهت؟ لأن الشعيرات الدموية اللي في الوش منقبضة قافلة، مفيش دم خارج، فاهم حاجة؟ ده اللي بيحصل يا جماعة. خلاص كده؟ فيا شباب في الحرارة بتتسع هذه الأوعية الدموية، في البرودة بتنقبض هذه الأوعية الدموية. فلما تتسع اسمها في الحرارة، لما تتسع يا جماعة في الحرارة بتدي الشعيرة الدم، بتدي الغدة العرقية سوري تديها يا جماعة مية أكتر، فضلات أكتر، وأملاح معدنية أكتر، وبالتالي يا دكتور والله بتخرج عرق أكتر. فكده يا شباب نيجي لسؤال مهم جدا جدا جدا. هل يا جماعة الغدة العرقية وظيفتها الأساسية إخراج الفضلات؟ الإجابة لأ. لا يا أسماء. ليه؟ لأن بيخرج فيها مية، ما أنا بخرج معظم المية فين؟ في البول. العرق ده حاجة بسيطة أصلا. بيخرج فيها أملاح، معظم الأملاح بتخرج فين؟ برضو في البول. بخرج فيها السموم، معظم السموم بتخرج فين؟ برضو في البول. فيا جماعة الغدة العرقية العرق اللي بيخرج ده مش حاجة أساسية في الإخراج. أمال يا دكتور العرق ده أساسي في إيه؟ بقول لك الوظيفة الأساسية للعرق هو ضبط أو تظبيط أو يعمل على ضبط درجة حرارة الجسم. يعني الكلام ده يا جماعة؟ يعني يا دكتور مثلا أنا لما أسخن في الصيف يا أسماء درجة حرارة جسمنا كام؟ في الشتاء نفس الحرارة. طب في الصيف ما بتزيدش ليه؟ قالك لأن لما جسمنا يجي يسخن في الصيف العرق ده هو وهو خارج بيخرج على صورة بخار ماء، فيقوم ياخد الحرارة من جسمنا، الماء تتبخر بقى وتطلع، فالماء طالعة متبخره تقلل درجه الحراره. زي ايه يا شباب؟ زي دكتور الراديتير بتاع العربيه يا جماعه، اللي هو ميه تعدي على الموتور تهويه وتبرده شويه وتاخد الحراره منه. كذلك يا جماعه الميه طالعه من جسمنا بتاخد الحراره وتطلع، فتتبخر وهي طالعه بالحراره طالعه بها من جسمنا. خلاص؟ فيا جماعه الوظيفه الاساسيه للغده العرقيه هو ضبط معدل درجه حراره الجسم عند درجه معينه. خلاص؟ ثم الاخراج. فيا شباب الوظيفه الاساسيه للغده العرقيه ليست الاخراج وانما ضبط الحراره. كويس جدا جدا جدا. طيب يبقى دكتور كده خدنا علاقه الحراره والبروده بالعرق. العرق ايه؟ العرق ان يا دكتور الحراره دي هي بتزود العرق والبروده بتقلل العرق. تمام؟ حلو. فكك من الاي دي اتش عشان ايه؟ تقيل عليكم دلوقتي، مش مشكله. انا كنت ناوي بس مش مشكله الاي دي اتش النهارده. طيب جماعه كده يا دكتور والله خدنا الغده العرقيه. طيب بعد كده يا اولاد هنلاقي الشعره. عارفه يا اسماء؟ ربنا سبحانه وتعالى لما يخلق حاجة بيخلقها بإتقان، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بصوا يا جماعة لما شعرك ينشف بتجيبي له إيه يرطبه؟ زيت. سيرم. إيه بتجيبي زيت يا أسماء؟ ما تصعبيش الموضوع علينا يا أسماء، بتجيبي زيت عادي يعني. ربنا خلق لنا الشعراية ومعاها غدة دهنية أو غدة زيتية بترطبها. أقسم بالله. بص يا ستي دي اسمها الأدمة، صح؟ اللي فوقها إيه؟ البشرة. تمام؟ دي الغدة العرقية خلصناها. دي الشعرة يا أسماء. من الكبكبة اللي تحت دي؟ البصيلة. دي يا جماعة البصيلة. طالع منها يا دكتور الشعرة بالشكل ده كده أهو. أهي أهي دي يا جماعة الشعراية أهي. تمام؟ أهي خارجة كده. تمام؟ ركزي بقى يا أسماء. أول حاجة هذه البصيلة محاطة بشعيرات دموية. ليه؟ عشان يا جماعة دي حاجة عايشة لازم تتغذى وتجيلها بروتينات من الدم، صح ولا ايه؟ سهلة. بعدين شايفة الخضرة دي يا اسماء؟ دي يا دكتور اسمها سيبيشس جلاند او غدة دهنية بتفرز يا جماعة على الشعرة مادة زيتية تعمل على ترطيب الشعر. سبحان الله. فربنا يا جماعة خلقنا الشعرة بتاعتنا بحاجة بترطبها تعمل على ترطيب الشعر. طيب دي اسمها ايه؟ غدة دهنية تحمي الشعر من التقصف. اسمه تقصف صح؟ القصف يعني ان هو ما يتقصفش يا جماعة، وتعمل على ترطيب الشعرة وتسهل خروجها من سطح الجلد. يا جماعة معلش تتخيلوا كده ان في شعرية طالعة هتخترق البشرة اسماء وخارجة كده، لو هي اصلا مش متزيتة مش متزحلقة تخرج؟ لا ما تخرجش. فيا جماعة هذه الغدة الدهنية تعمل على تسهيل خروج الشعر من الجلد واكساب الشعره ليونه تمنع تقصفها.
خلاص كده يبقى يا جماعه تعمل على هذه الغده الدونيه على تسهيل خروج الشعره من الجلد. بتزحلق يا جماعه الجلد كده وتطلعها، واكساب الشعره ليونه يبقى لين سهل كده تحرك تمنع تقصفها. خلاص ده يا جماعه بالنسبه لي الغده الدهنيه. طيب جربت مره قبل كده يا اسماء تكوني مثلا خايفه او مرعوبه او قربت مثلا من حاجه معينه ف شعرك مثلا تقشعري؟ عارفه الاشعره؟ الاشعره دي بتلاقي مثلا يا جماعه شعر ايدينا بيقف، الواحد يتهيل ان هو ده جنان بس ده بيحصل فعلا، الشعره بتقف فعلا. عارفه اللي هو انا عندي شعره ساعه تروح وساعه تيجي، لما تيجي يبقى كده وقفت، لما تروح يبقى كده نامت. يا جماعه بصوا بقى سبحان الله يا جماعه، ربنا خلق لنا يا اولاد جنب الشعرايه عضله اسمها الاريكتور بيلي ماسل او الاريكتور بلاي ماسل. بصوا يا جماعه هتلاقي كده دكتور والله هنا اهو، عضله يا جماعه ملساء لا نستطيع التحكم بها، بتتحرك لوحدها موجوده جنب الشعرايه. ليه بقى؟ عشان لما تنقبض تحرك الشعره توقفها، لما تنبسط تسيب الشعره تنيمها عادي جدا. تمام؟ اسمها ايه؟ اسمها عضله قابضه لا يتحكم بها الانسان يا شباب، تتحكم في وضع الشعر. خلاص يبقى يا جماعه كده الشعر عباره عن ايه؟ عباره يا دكتور والله عن بصيله. خلاص يا دكتور عرفناها، دي يا دكتور قاعده الشعر من تحت، شعرات دمويه تغذيها حواليها كده يا شباب، بعد كده اولاد غده دهنيه تعمل على تسهيل خروج الشعر من الجلد واكساب الشعر اللي تمنع تقصفها، ثم عضله يا شباب عندما تنقبض هذه العضله تقف الشعر. اخيرا يا شباب حاجه اسمها النهايات العصبيه. جماعه النهايات دايما اخلاق صح؟ فعلا اخلاق، فعشان يبقى عندك النهايات اخلاق لازم تكون بتحس. اللي بيخليك تحس حضرتك هي النهايات العصبيه يا جماعه اللي موجوده في منطقه الادمه. بصوا يا ولاد جماعه دي كده البشره صح؟ اللي عباره عن طبقتين سطحيه وداخليه. دي كده يا جماعه الادمه اللي فيها بقى الشعره والغده العرقيه والحاجات اللي قلناها كلها. بعد كده يا جماعه في كده منطقه تحت الادمه يا ولاد اسمها يا جماعه سب كيوتينيوس تيشو، منطقه يا جماعه فيها فاتس. يعني ايه فاتس يا اسماء؟ يعني يا دكتور دهون. دي يا جماعه منطقه دهنيه كده تحت الجلد. عارفين يا ولاد؟ ده الجلد، بشره، ادمه، دهون، عضلات، عظام. ده الترتيب بتاعنا. بشره، ادمه، دهون تحت الجلد، عضلات، عظام. هو اللي بيتخن بيتخن ازاي؟ يعني الكرش عباره عن ايه؟ ايه تحت الجلد يا اسماء؟ دهون صح ولا ايه؟ فالجلد يا جماعه تحت دهون. هذه الطبقه الدهنيه يا شباب ماشي فيها يا جماعه شرايين اهي عشان تطلع تغذي الجلد. طبعا ما احنا لسه قايلين يا اولاد ان الغده العرقيه حواليها ايه؟ شعيرات دمويه. جايه منين؟ من هذا الشريان يا اسماء صح ولا ايه؟ طب الشعر حواليها ايه؟ شعيرات دمويه. جايه منين؟ من هذا الشريان. تمام كده؟ حلو خالص. بعدين يا اولاد وريد. بعدين ايه؟ وريد. ده يا جماعه وريد اهو. اسماء سؤال لو جاوبتيه ليكي 10 جنيه. اتفقنا؟ ده شريان وده وريد. تركيز السموم او الفضلات النيتروجينيه، احنا لسه عارفين انها بتخرج من الغده العرقيه صح كده؟ تركيز هذه الفضلات النيتروجينيه يا اسماء اعلى في الشريان ولا في الوريد؟ في الوريد طبعا. اه يا ذكيه. انت عارفه ايه اللي بيحصل؟ الشريان ده بيجيب، انا لسه قايل اسمها خلاص، ما كانش الوريد يبقى الشريان، ما هتقول ايه يعني؟ ما خلاص هي قلت الوريد غلط يبقى الشريان هو الصح. عادي يعني. ليه بقى؟ هقول لك. بص يا ستي. الشريان ده جايب اسماء الدم للغده العرقيه. تمام؟ محمل بالحاجات اللي عايزه تخرج. اتفقنا؟ اتفقنا؟ حلو. الغده العرقيه دي تاخد من الشعيرات الدمويه اللي جايه من الشريان الفضلات تخرجها بره. اتفقنا؟ الدم هيرجع فين؟ في الوريد. الوريد ده هو اللي بينقي، صح كده؟ الشريان بيغذي، الوريد بيحمي بينقي. الفضلات اعلى في الشريان من الوريد. الشريان جايب الدم يروح على الغده العرقيه، يعمل لها ايه؟ يديها الدم عشان يتنقى. وبعدين الدم بعد ما يتنقى جواها، بعد ما تستخلص منه الماء الزائد والاملاح والفضلات النيتروجينيه، ترجعه لفين؟ للوريد. فاذا الوريد ده فيه دم المفروض نضيف شويه. خلاص كده؟ فاذا الفضلات او السموم اعلى في الشريان من الوريد. ده كلام محترم جدا. طب وبعدين؟ قال لك يا دكتور بقى ماشي معاهم يا اولاد حاجه اسمها اعصاب. دكتور احنا بنحس ازاي؟ بنحس بقى يا جماعه. بصوا يا اولاد هناخد باذن الله في نفس المنهج ده اهو، في اخر المنهج باذن الله يا جماعه، الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. هقول لحضرتك بعد كده ان شاء الله ان الحبل الشوكي بتاعك بيتصل به نوعين من الاعصاب، اعصاب حسيه واعصاب حركيه. ركز بقى. الاعصاب الحسيه يا اولاد بتبقى جايله من الجلد ومن الاعضاء ورايحه عليه عشان تنقل له الاحساس من الجلد على الحبل الشوكي. اما الاعصاب الحركيه يا جماعه بتكون خارجه من العمود الفقري، من الحبل الشوكي يعني اللي جوه العمود الفقري، رايحه على العضلات عشان تحركها. فاهم حاجه؟ يعني الاعصاب نوعين، حسيه وحركيه. حسيه دي اللي جايه من الجلد اللي بتحس، تروح لحد الحبل الشوكي جوه العمود الفقري بتاعنا عشان تنقله الاحساس، يطلع الدماغ احس انا اللي حاسس بيه. يعني مثلا دلوقتي الجو حر، فانا دلوقتي الحلمات الحسيه اللي موجوده في الجلد بتاعي يا جماعه في منطقه الادمه حاسه بالحر، فتقوم يا دكتور بعت الاحساس دهوت
في عصب حسي يروح لحد الحبل الشوكي بتاعي، وبعدين هذا الحبل الشوكي فيه حاجة اسمها تراكتس كده أو أنابيب يا جماعة من الخلايا العصبية، طلع لحد الدماغ، الإحساس ينتقل للدماغ، دماغي يترجم الإحساس ده حر ولا ساقعة ولا وجع ولا إيه بالظبط. يعني مثلا أنت أكلت دلوقتي من شوية حاجة حرة حراقة صح كده؟ فلساننا حس بالحاجة الحراقة، شفايفك حس بالحاجة الحراقة، إيه اللي حصل بقى؟ هذا الإحساس انتقل عبر عصب حسي إلى الحبل الشوكي ثم إلى الدماغ، هذا الدماغ ترجم الإحساس ده إنه حراق. فاهم حاجة؟ سبحان الله. طيب دلوقتي يا جماعة أسماء مثلا جابت ولاعة وعايزة تولع فيا، خلاص كده؟ فهي جابت ولاعة بتقرب مني فأنا حاسس بالنار. فيا شباب حرفيا الكلام ده هنقوله إن شاء الله بعد كده، إن النار يا جماعة لما قربت مني الحلمات الحسية اللي موجودة يا أولاد، بصوا كده ده يا جماعة عصب أهو، خلي بالكم عصب يا شباب، يخش كده الأدمة، يعمل يا جماعة كده في الأدمة حاجة اسمها حلمة حسية، يعني يا جماعة كده بنسميها مستقبل أو ريسبتور بيستقبل الإحساس. تمام؟ فلما دكتور النار تقرب مني، بصوا بقى اللي بيحصل بالظبط وركزوا معايا. النار قربت مني، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ حسيت بالنار، سخونية. تمام؟ حسيت بها ازاي؟ انتقل يا دكتور الاحساس بالسخونية دهوت عبر عصب حس كده في ايديا لحد ما راح في الحبل الشوكي بتاعي، طلع على دماغي، دماغي ترجم على طول، ده وحش يا محمد ده نار، ابعد عنها على طول. يقوم يا جماعة منزل امر الحبل الشوكي، مركزة اسماء، الحبل الشوكي ده يطلع عصب حسي ولا حركي؟ حركي، حركي، يروح على العضلات يا محمد، اسحب ايديك على طول، اعمل انقباض في عضلاتك، اسحب ايديك من النار دي. فجماعة الاعصاب في جسمنا نوعين، اللي عايزك تعرفه دلوقتي هو الاعصاب الحسيه، دكتور والله في الادمه بتاعتنا حاجه يا اولاد اسمها الحلمات الحسيه بتنقل الاحساس يا اولاد من الجلد الى الحبل الشوكي على او عن طريق الاعصاب الحسيه. تمام كده؟ يبقى دكتور ده اهي اسمها نهايه الاعصاب، بحس بايه؟ الحراره، البروده، اللمس، الضغط، الالم وهكذا. تمام؟ ده يا دكتور والله الدرس بتاع النهارده اعتقد يا اولاد سهل جدا جدا، اخدنا فيه يا اولاد الاخراج، واخدنا فيه يا جماعه المواد الاخراجيه مهمه جدا جدا جدا، وخدنا يا اولاد حاجتين في الاخراج النهارده، الرئتين والجلد. ما تنساش حضرتك ان الجلد دهوت فيه بشره وادمه، والبشره يا جماعه طبقتين، ثم الادمه فيها الشعر، بصيله، غده دهنيه، وعضله، وكمان يا جماعه الغده العرقيه. تمام؟ يلا يا جماعه كتاب كده الامتحان بسم الله الرحمن الرحيم، نقرا مع بعض كده في 5 دقائق ونحل الاسئله الصفراء. هستفيد يا اسماء من الكلام دهوت؟ لا سهل جدا مش هنطول والله. بصي يا اسماء، اول حاجه يا شباب صفحه 9 في كتاب الامتحان دي يا جماعه الصفحه اللي هنحل منها بسم الله الرحمن الرحيم، بقول لحضرتك تحتاج كل العمليات الحيويه التي تحدث في جسم الكائن الحي مهما تفاوت رقيه الى انشطه كيميائيه تختلف عنها بعض تتخلف عنها بعض الفضلات. اوكي؟ او المواد التالفه، يعني يا دكتور اي حاجه بتحصل في جسمي المفروض بيطلع عنها يا جماعه نواتج للايض او مواد او فضلات، خلاص كده؟ والتي لابد للكائن ان يتخلص منها، يعني اي فضلات في جسمنا يا اسماء لازم نرميها بره، صح كده؟ كويس جدا. التخلص منها باستمرار لان تراكمها في جسمه يسبب له كثير من المشكلات والاضرار، يعني حضرتك مثلا لو رقمت البولينه او اليوريا في جسمك تعمل لك مشاكل جامده جدا، تسمم، صح ولا ايه؟ طيب. ويتم التخلص من هذه الفضلات في عمليه الاخراج. كلام محترم. الاخراج يا شباب بصوا في الكتاب يا عيال، بصوا في الكتاب، هي عمليه حيويه يتخلص بها الكائن الحي من الفضلات الناتجه عن العمليات الحيويه الاخرى، نواتج التمثيل الغذائي الضاره زي ما قلنا يا جماعه، وما صاحبها من انشطه كيميائيه. طب كويس، بص يا سيدي، الاخراج في الحيوان يا شباب بقول لحضرتك ايه؟ تقتصر عمليه الاخراج في الحيوان على المواد التي تعبر الاغشيه البلازميه لتغادر الجسم، واهم هذه المواد او الفضلات يعني هي ايه؟ جماعه قلنا اي ماده اخراجيه لازم تكون بتعدي الغشاء البلازمي بتاع الخلايا، كويس جدا مفسرنا الكلام ده كويس. الماء يا جماعه الناتجين من تكسير الجزيئات العضويه، الماء وسي او 2 يا جماعه اللي احنا خدناهم الناتجين من تكسير الجلوكوز اهو، قلت لحضرتك الكربوهيدرات بناخد منها السكر الاحادي لما نكسره جوه الخلايا عشان نطلع اي تي بي الطاقه بينتج عنها سي او 2 واتش 2 او، ماشي. ثاني حاجه يا اولاد الفضلات النيتروجينيه منها النشادر واليوريا وحمض اليوريك اللي هو حمض البوليك، يعني الناتجه من تكسير البروتينات زي ما احنا ما قلنا، وقلنا يا جماعه انها بتختلف في الكائنات الحيه، في ناس بتخرجها نشادر، في كائنات بتخرجها بولينه، كائنات بتخرجها حمض بوليك، على حسب الكائن الحي ده نوع ايه وفصلته ايه. طيب بقول لحضرتك والله هناك مواد لا يعتبر تخلص الجسم منها اخراجا، زي ما قلنا يا اولاد ان النيتروجين يدخل الحواصله يخرج كما دخل، مفيش اي حاجه يا جماعه حصلت دخل خرج مفيش مشكله خالص، ده مين ده؟ النيتروجين. تاني حاجه شباب البراز اللي هو الطعام غير المهضوم يخرج على صور البراز، وذلك لانه يخرج من الجسم دون ان ينفذ من الاغشيه البلازميه الخلايا. طيب بقول لحضرتك تتخلص الحيوانات الفقاريه من الفضلات النيتروجينيه في صوره تختلف في تفاصيلها باختلاف بيئه الحيوان، الحيوان المائي شباب يخرج النشادر، يخرجوا على صوره نشادر يعني لسرعه ذوبانه في الماء عشان يدوب في الماء بسرعه شباب، البرمائيات والثدييات اللي هو احنا يعني الثدييات احنا
تخرج بولينا، بعد كده يا جماعه الحشرات والزواحف الطيور تخرج حمض بوليك، خلاص هو مركب غير قابل للذوبان في الماء. ماشي، وظائف الاعضاء الاخراجيه يا شباب، اول حاجه التخلص من المواد التالفه، اكيد يا دكتور والله خرج السموم اللي في جسمي وكذلك المواد السامه، تنظيم محتويات الجسم من الاملاح والماء. طيب اهم اعضاء الاخراج يا شباب الجلد والرئتين اللي خدناهم النهارده، الحصه الجايه يا جماعه ان شاء الله الكليتين ثم الكبد. طيب بصوا يا جماعه، سؤال بقى مهم جدا 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 وعالي قوي، السؤال الاصفر الاولاني ده بقول لحضرتك ايه بقى. بصوا يا شباب دلوقتي بقول لحضراتكم ايه، ده يا جماعه منحنى سيني وصادي، على السيني يا شباب في حاجه اسمها الغاز، على الصادي يا جماعه في حاجه اسمها النسبه. نركز مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك يا دكتور والله الاحمر ده يا اولاد شهيق، والاخضر ده يا جماعه زفير. نفسر الرسمه يا دكتور مع بعض كده واحده واحده، بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعه الشهيق شهيق، وده يا اولاد ده الاحمر يا جماعه اللي هو الشهيق، خلاص الاحمر اللي هو الشهيق والاخضر اللي هو الزفير. زفير، بصوا يا جماعه هنا يا اولاد اكسجين وهنا يا جماعه سي او 2. بصوا بقى اللي حصل، بقول لحضرتك ان في الشهيق الاحمر ده اهو الاكسجين يا جماعه في الشهيق يا اولاد دخل اي بي، خلي بالك بقى، خرج في الزفير يا شباب سي، واخد بالك انت؟ يبقى يا دكتور كده في الشهيق الاحمر دخل اي وبي، في الزفير يا جماعه خرج سي. بص بقى اللي حصل كده دكتور، معلش يعني هنفترض يا اولاد ارقام عشان بس نعرف نحلها بسهوله. جماعه ايه ده؟ هي مثلا 5 سم هواء، بي يا جماعه مثلا كم؟ 10 سم هواء، خلاص. خلي بالك بقى، خرج يا دكتور في الزفير من الاكسجين سي، سي اللي هي كام؟ برضو 10. يبقى يا جماعه اللي حصل يا دكتور هنا ان دخل في الشهيق يا اولاد 15 هواء، انا افترضت ارقام يا جماعه يعني خياليه، خلاص كده دخل يا دكتور والله 15 هواء، خلاص كده خرج يا جماعه 10 بس. يبقى يا دكتور كده عبر اغشيه الخلايا البلازميه او عبر الاغشيه بتاعت الخلايا يا جماعه وراح على الدم كام سنتي؟ 5، صح. ليه بقى؟ لان يا دكتور دخل في الشهيق خدت 15، خرجت من الاكسجين برضه يا جماعه 10، يبقى يا دكتور انا استفدت بكام؟ حضرتك استفدت بخمسه اللي هم الايه دول، تمام؟ حلو خالص. عرفت ازاي؟ اصل يا دكتور راسم لي بالاخضر ان اللي خرج في الزفير قد بي، يبقى يا دكتور اكنه 10 قد البي اللي هنا اللي انا افترضتها اصلا ب 10، اما ايه اللي انا افترضتها بخمسه؟ دي يا دكتور دخلت ما خرجتش، خلاص كده؟ طيب بص يا سيدي، سي او 2 يا اولاد في الشهيق خدت من الهواء اللي بره، موجود فيه سي او 2 زي ما قلت لكم من شويه، خدت يا دكتور من الهواء اللي بره مثلا وليكن 3، ركز بقى، هخرج اكتر من 3 ولا اقل من 3؟ دكتور هخرج سي او 2 اكتر اكيد من 3. يا دكتور والله انا خرجت سي او 2 بالاخضر اهوت في الزفير وليكن مثلا 7، يبقى يا جماعه انا كان جوايا 4 وخرجوا، ما انا خدت 3 في الشهيق خرجت 7، يبقى انا كده يا دكتور والله خرجت من جوايا في عمليه الاخراج للسي او 2، لان يا دكتور ده اخراج كام؟ 4 يا جماعه. حلو حلو خالص. يلا بقى نشوف الاسئله. بقول لحضرتك ايه، اي الحروف تشير الى نسبه الغازات التي عبرت الاغشيه البلازميه، يعني يا دكتور حصل لها اخراج عبرت الاغشيه البلازميه، ركز بقى، بعد دخولها الى الحواصلات الهوائيه. دكتور بعد الدخول ده يعني في الشهيق ولا الزفير؟ لا يا دكتور والله في الشهيق، يبقى دكتور بعد الدخول يعني في الشهيق، ركز بقى. دكتور في الشهيق دخل A وB وD، جماعه بقول لحضرتك مين في A وB وD اللي عبر اغشيه الخلايا؟ جماعه ايه ده؟ هي عبرت اغشيه الخلايا الاجابه يا دكتور ايوه، لانها دخلت ما خرجتش، عبرت غشاء الحواصله الى الدم، خلاص. لكن بي يا دكتور ما عبرتش لانها خرجت تاني هي في سي، تمام؟ طب ركز كده، دي يا اولاد بقى اللي هو سي او 2 اللي دخل في الشهيق ده، هل ده يا جماعه عبر غشاء الخليه؟ يعني يا جماعه دخلته على دمي؟ الاجابه يا دكتور لا، لانه خرج تاني اهو، تمام؟ بل ده انا زودت له كمان سي او 2، يبقى يا جماعه اللي دخل وعبر غشيه الخلايا هو رقم ايه يا اولاد ده اهو، تمام؟ حلو جدا. طيب بعد كده شباب، اي الحروف تشير الى نسبة الغازات التي عبرت الاغشية البلازمية قبل خروجها من الحواصلات الهوائية؟ يعني يا دكتور وهي خارجة في الحواصلة كانت معدية من غشاء بلازمي في عملية الزفير، ركز بقى. دكتور معلش كده، هو سي يا اولاد ده اهو، ده يا جماعة عبر الاغشية؟ دكتور لا، ده هو اصلا كان موجود في الحواصلة وخرج، لكن يا دكتور ما عبرش، تمام؟ ركز بقى، دكتور اللي عبر ودخل هو الاكسجين ده هو في رقم ايه؟ طب ركز هنا كده، بقول لك يا دكتور هنا بقى في الزفير وانت طالع، مين يا دكتور اللي عبر الاغشيه البلازميه؟ يا جماعه دي ده يا دكتور انا اصلا خدته في الشهيق فما عداش، لكن ايه يا اولاد؟ ده معدي من الدم للحواصله وخرج على بره، يبقى يا جماعه الاجابه الثانيه رقم اي اللي هي يا دكتور والله عبرت الاغشيه قبل خروجها من الحواصلات الهوائيه.
تمام؟ يبقى دكتور قبل ما تخرج لي فيه الزفير كانت معدية الأخشية البلازمية بتاعة الدم، خلاص؟ حلو. فسر لا تعتبر الأمعاء الغليظة عضو إخراج، لأن يا دكتور البراز ده هو عبارة عن مواد غذائية غير مهضومة تخرج من الجسم دون أن تمر بأي غشاء بلازمي، ده كلام سهل وخدناه. طيب أهم الأعضاء في الجسم يا أولاد، الرئتين بيخرجوا شباب ثاني أكسيد الكربون والماء والمحتويات المتطايرة من التوابل، يعني التوابل يعني دكتور التوابل اللي هي المتطايرة الغازات يعني. الكبد يا أولاد بيخرج المواد السامة حيث تتحول المواد السامة، يقصد يعني النشادر، إلى يوريا طبعا بواسطة أي منها الكليتين أو الكبد. يعني يا دكتور والله الكبد ده هو والكليتين هما اللي بيخرجوا اليوريا إلى صور غير سامة أو غير زائبة. طيب الكليتين يا جماعة بيخرجوا مية وملح وفضلات نيتروجينية وتوابل في البول طبعا، الجلد بيخرج مية وملح وفضلات نيتروجينية برضه. يبقى يا جماعة الجلد والكليتين يا ولاد مشتركين في إخراج المية والملح، واخدين بالكوا؟ تمام. وكمان الفضلات، طب من الأكتر طبعا الكليتين في البول، ده كلام عظيم. بص كده السؤال اللي بعده، بقول لحضرتك أول دايرتين ده هما اللي هما جماعة متقاطعين في الماء، جماعة مين اللي بيشتركوا في إخراج الماء بشكل أساسي؟ والله يا دكتور بيخرج في العرق وبيخرج كمان في البول يعني كليتين، بيخرج كمان في الرئتين. يبقى يا جماعة عندي ثلاثة بيخرجوا المية، الجلد والكليتين و الرئتين، خلاص؟ فيا دكتور كده رقم واحد واثنين انا لسه معرفش هم مين، جلد كليتين رئتين. بص كده واحد وثلاثة يا دكتور بيخرجوا فضلات نيتروجينية، جماعة الوحيدين اللي بيخرجوا فضلات نيتروجينية جماعة اللي هي النشادر يعني او اليوريا، قال لك يا دكتور والله المواد السامة دي بتخرج من الجلد والكلى، صح ولا ايه؟ قلنا طبعا الكلام ده. فيا دكتور والله واحد وثلاثة على الترتيب يا شباب هما الجلد والكليتين، يبقى يا جماعة لما ثلاثة تكون الكلى يبقى اثنين هي ايه؟ الرئة، صح. يبقى يا دكتور والله واحد واثنين الجلد والرئة وثلاثة هو الكلى، هتلاقي حضرتك الإجابة رقم ج جلد رئة كلية كبد. بعد كده شباب الجلد، يعتبر الجلد ده هو اكبر اعضاء الجسم بالنسبه يا جماعه، اكبر عضو في الجسم يا ولاد هو الجلد، يعني حضرتك لو جبنا واحد كده اهو شفناه بعد ما مات هنلاقي يا جماعه اكبر عضو عنده هو الجلد، سهل جدا جدا. طيب وبعدين؟ قال لك والله يا دكتور لانه يحد الجسم كله واطرافه من الخارج، يتركب الجلد يا ولاد من طبقتين رئيسيتين هما البشره والادمه. البشره يا جماعه اللي هي الطبقه السطحيه او فيها طبقه سطحيه وطبقه داخليه. الأدمة يا جماعة تحتوي على الغدد العرقية وبصيلات الشعر والنهايات العصبية الحسية والأوعية الدموية والخلايا الدهنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا دكتور على البشرة، الطبقة السطحية يا أولاد صفحة 12، تتكون من خلايا غير حية، يعني يا جماعة الخلايا اللي في الطبقة السطحية أصلا مش عايشة، خلاص مملوءة بمادة قرنية تسمى الكيراتين، يعني يا دكتور متغطية ومليانة بكيراتين، تعمل على حماية الجلد من غزو الميكروبات. خط دفاع أول، اكتب عندك كده وظيفة مناعية، خط دفاع أول، حصن منيع، حاجز منيع. تنشأ عن هجرة الخلايا أو خلايا الطبقة الداخليه للبشره، يعني يا دكتور ده اصلا الخلايا اللي فوق يا جماعه كانت جايه من خلايا الداخليه للبشره، تمام؟ والتي تتولى تكوينها الى السطح الخارجي ثم تموت، يعني يا دكتور الخلايا اللي ميته فوق ده اهي كانت عباره عن خلايا حيه فين؟ في الطبقه الداخليه، هجرت فوق وماتت، ده كلام عظيم. تتجدد باستمرار وتعوض لانها تتعرض دائما للاحتكاك، يعني يا دكتور اصلا احنا طبيعي يا اولاد بنلبس الهدوم، بنمسك حاجه مثلا، بنحك ايدينا في حاجه، فيا دكتور ده اللي بيحصل، هي اصلا ميته واحنا بنحكها ننزلها فبتتجدد باستمرار من الطبقه اللي تحتها، تمام؟ الطبقة الداخلية تتكون من خلايا حية تعوض الطبقة السطحية أو القرنية بالتجديد المستمر، تمام؟ اللي هي اللي جوه يعني، تحتوي عند قاعدتها على، مهم جدا بقى، خلايا صبغية يا أولاد تفرز حبيبات الميلانين التي تكسب الجلد لونه، ماشي كي بوينت. يختلف يا جماعة لون البشرة أو لون الجلد من شخص لآخر، وذلك لأن الخلايا الصبغية الموجودة بالطبقة الداخلية لبشرة الجلد تنتج كميات غير متساوية من الحبيبات اللي هي الميلانين يعني التي تكسب الجلد لونه، يعني يا دكتور مثلا عندنا احنا في مصر مثلا كمية متوسطة، في أوروبا كمية قليلة، في مثلا افريقيا تحت كمية كبيرة، وهكذا يا شباب، تمام؟ طيب الأدمة دي اللي فيها الغدة العرقية والشعر والنهايات العصبية الحسية والأوعية الدموية وكمان الخلايا الدهنية. قال لك يا دكتور أول حاجة الغدة العرقية اللي قدام حضرتك ده اهي، بقول لك يا دكتور والله هي الوحدة الوظيفية للإخراج في الجلد، يعني يا دكتور والله الجلد بيخرج، اللي بيخرج في الجلد هي الغدة العرقية، العرق، صح ولا إيه؟ طيب تركيبها عبارة عن أنبوبة رفيعة تلتف على نفسها تفتح عند سطح الجلد، صح ولا إيه؟ كويس جدا. في طبقة البشرة الفتحة اسمها إيه؟ اسمها مسام العرق. وظيفتها تستخلص الغدة العرقية العرق، المية والملح ونسبة صغيرة من الفضلات النيتروجينية من الدم، ثم يتبخر العرق على سطح الجلد ليخفض من درجة حرارة الجسم. طيب معدل العرق يا أولاد، طبعا يا دكتور والله في حالة الارتفاع درجة الحرارة تتسع الشعيرات الدموية وتنشط الغدة العرقية حيث تستخلص الماء والأملاح الزائدة عن حاجة الجسم وكذلك نسبة صغيرة من الفضلات النيتروجينية من الدم لطردها في صورة عرق. القيام بأنشطة رياضية حيث تسبب سرعة وصول الدم للغدد العرقية بالإضافة لارتفاع درجة الحرارة. يا شباب لما يا جماعة حد يقوم مثلا بأنشطة رياضية في الجيم مثلا بيلعب كورة، اللي بيحصل له الجلد ده هو بيتفتح له أوعية دموية، وبعدين قال لك يا دكتور هذا الوعاء الدموي اللي اتسع بيخلي العرق يزيد، صح ولا ايه؟ تمام.
طيب يقل لي في حاله انخفاض درجه الحراره لان البرد يا جماعه بيسبب انكماش الشعيرات الدمويه وقله الدم الذي يصل الغده العرقيه، وبالتالي يا دكتور والله الشعيرات اللي حواليها ما فيهاش دم كتير لانها منقبضه او مقفوله. يستمر مش مقفوله مقفوله يعني، بس هي ايه منقبضه يعني ضيقه يا ولاد. يستمر شتاء رغم بروده الجو لاستمرار وصول الدم للغده العرقيه. يعني يا جماعه صح وغلط مثلا العرق يمتنع او ينقطع تماما في الشتاء؟ غلط طبعا، ما انا دلوقتي في الشتاء وعرقان، ايه المشكله يعني؟ اصل يا دكتور عمر ما الدم اللي وصل للغده العرقيه هيبقى صفر، صح ولا ايه؟ كده كده وصل دم، ممكن يكتر ويقل بس ما يوصلش صفر، صح؟ ده كلام محترم جدا. يبقى يا دكتور يستمر الشتاء رغم بروده الجو، ماشي. يجب ازاله الفضلات المختلقه المتخلفه عن العرق بالغسل. يعني يا دكتور ما ينفعش مثلا تعرق والتراب يجي على العرق ده وتسيبه، لا لازم تستحمى، لازم تغسل وشك. ليه يا دكتور؟ لان يا دكتور لو انت سبتها هتسد المسام تعمل لك عدوات، وحتى لا تتبقى هذه الفضلات التي تجعل الجسم لزجا وتسد مسام العرق، لازم تدعكها بالليفه، صح ولا ايه؟ للوقايه مما ينبعث منها من روائح كريهه عند تراكمها، يبقى ريحتك وحشه. خلاص طيب اخر صفحه يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. الشعره تتكون من بصيله تحيط بها كثير من الشعرات الدمويه، ماشي يا عم الحاج، عشان تغذيها اكيد. يتصل بها عضله تحركها او تحركها اذا انقبضت. دكتور لو العضله انقبضت بتحرك الشعرايه بتقف. يوجد حولها كربه خروجها من الجلد غده دهنيه، ليه؟ عشان ترطب هذه الشعره يا شباب. تسهيل خروج الشعره من الجلد، اكساب الشعره ليونة تمنع تكثفها. اخيرا يا جماعه النهايات العصبيه تستجيب للضغط واللمس والالم ودرجه الحراره، شرحتها لك قبل كده. الجلد يا جماعه طبعا عضو اخراج عشان فيه العرق يا جماعه، خلاص الغده العرقيه. عضو مناعي عشان يا دكتور والله الطبقه الكريهه الصلبه اللي على سطح البشره اللي يا دكتور والله مغطاه بطبقه من الكيراتين صلبه تمنع دخول الميكروبات. عضو احساس يا جماعه لان موجود فيه نهايات حسيه بتحس بالالم والحراره والبروده وهكذا. خلاص الاسئله يا شباب، بقول لحضرتك ايه؟ عند تعرض الجلد لجو بارد بارد دكتور ايه اللي يحصل في الشعيرات؟ تنقبض او تنكمش وبعدين العرق يقل، صح طبعا. اي التغيرات التي او الفسيولوجيه التاليه تحدث للشعيرات الدمويه بالجلد ولمعدل افراز العرق على الترتيب؟ دكتور اول حاجه الشعيرات الدمويه، والله يا دكتور تضييق ولا توسيع؟ لا يا دكتور والله تضييق. طب والعرق يقل ولا يزيد؟ يقل. يبقى يا جماعه الاجابه رقم ب. طيب بقول لحضرتك والله الرسم البني التالي يوضح يمثل العلاقه بين درجه حراره الوسط الخارجي ومعدل التغير في درجه حراره الانسان وافراز العرق في الانسان. اي ممال يمثل يمكن استنتاجه من الرسم المقابل. بصوا يا جماعه نرسم الرسمه كده بسرعه. بصوا يا شباب 10 20 30 40 50 مثلا. يعني بقول لحضرتك ان درجه حراره جسم حضرتك بتكون دايما منتظمه. يا جماعه الرسمه دي مهمه جدا جدا جدا. بتكون يا دكتور والله درجه حرارتي دايما ثابته، يعني يا دكتور مثلا من 37 الى 38. بقول لحضرتك بقى ان العرق عندك بيكون طبيعي كده اهوت، يعني في عرق بس مش كتير. لحد كام درجه؟ لحد 30 درجه. لو حرارتك عاليه عن 30 يبدا العرق يزيد 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 يزيد. ليه يا شباب؟ عشان حضرتك كل ما الميه خرجت من جسمك تاخد الحراره معاها تبرد جسمك شويه فتظبط درجه حرارتك. فيا دكتور العرق بيزيد امتى؟ بعد ما حرارتك تعدي 30 درجه. ماشي تعال بقى نشوف الاختيارات. ده يا جماعه تفسير الرسم يعني. تعال نشوف الصح بقى. ينظم العرق حراره الجسم عندما تزداد درجه حراره الوسط الخارجي عن 30. الاجابه صح، كلما زادت الحراره عن 30 زاد العرق يا جماعه، علاقه طرديه بس بعد ال 30. لكميه العرق دور في خفض حراره الجسم عند جميع درجات الحراره في الوسط الخارجي؟ اكيد لا. الدكتور لما يكون الوسط الخارجي ساقع اكيد مش هيبردني اكتر، صح ولا مش هعرق؟ تمام. ج حراره الجسم تتاثر بتغير حراره الوسط الخارجي؟ شباب حراره الجسم مالها؟ ثابته يا اولاد. بره زاد او قل العرق بيحافظ عليا. الحراره بره 50 انا مازال جسمي كام؟ 37. خلاص حلو جدا. يبقى يا دكتور ما ينفعش. د توجد علاقه عكسيه بين كميه العرق وحراره الجسم؟ جماعه لا، كلما زادت الحراره زاد العرق. يبقى يا دكتور علاقه طرديه. كده شباب بفضل الله بفضل الله خلصنا الدرس كله شرح وحل الاسئله اللي موجوده في الدرس. ان شاء الله عندكم يا جماعه الواجب في كتاب الامتحان الاسئله اللي موجوده على الدرس كلها باذن الله. باذن الله هنزل لكم الجدول قريب جدا بتاع الحل يعني، واقول لكم هنحل ان شاء الله ايه يا شباب. خلاص حلو الواجب، محدش يكسل خالص خالص خالص. وكمان يا جماعه حطوا لايك للفيديو، قول لنا رايك في الشرح في كومنت، وشير المحاضره مع كل الناس اللي تعرفوهم، وانا اكيد اكيد بحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.